أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. مثل ما بتعرفوا اليوم حلقتنا مع الأخ حبيبنا أبو الحكم بن كثير في آيات إرهابية. بالبداية خلونا نرحب بأخونا أبو الحكم. أهلا وسهلا فيك أبو الحكم. سلم عليك أخويا جان، وسلم على جميع المشاهدات والمشاهدين أبو الحكم، يا بس صوتك كاني بصير في مشكلة بالصوت لما بتحكي، ما بعرف بالبداية بس. لحظة أخلي السبيكر، بس لحظة واحدة. أسفين أصدقائي، هو بس أبو الحكم يعني بالبداية بكون الصوت عنده لحتى يحمي الجو، يعني بس يحمي الجو صوته بالأعلى، عذاك لو موعود في مشكلة يعني. طبعا مثل ما بتعرفوا أصدقائي، اليوم حلقتنا عن آيات إرهابية رقم 6. يعني الآيات الإرهابية ما بتخلص ما شاء الله، هي 6 حلقات ولسه ما خلصانة. تفضل أبو الحكم. ايه اسد، تسمعني احسن؟ اوكي، طبعا اسلم على جميع الاخوات والاخوه اللي منتظرين الحلقه، ونتمنى تكون الحلقه تعجب الجميع. تفضل. تفضل. أبو الحكم تفضل، أنت الميكروفون معك، أنا رحت على الشات عم برحب بالشباب، أنت قلت لي تفضل فبدي أرجع لعندك يعني. اوكي. حبيبنا أبو الحكم، طيب على كلنا أبو الحكم، يعني نحن مثل كنت عم بقول للأصدقاء إنه صار هي الحلقة السادسة بآيات إرهابية، ولسه الآيات الإرهابية ما خلصت، أظن يعني لسه في عندك بحر من الآيات محمد، قصدك الإرهابية. محمد من الألف الياء ولا آيات إرهابية؟ اليوم اليوم عندنا محمد. يظهر خربطنا نبلش، قصدك اي معدنا حلقتين بلشنا نخربط يعني. يعني محمد من عندنا الألف حلقتين للياء، مشان هيك. لا اوكي اوكي محمد من الألف للياء هذا مفتوحة معه يعني، ولا 100 حلقة ما بتخلص. تفضل. اوكي ايه طبعا آيات إرهابية عندنا كم حلقة، ما اعتقد تطول، بس محمد من الألف للياء طبعا هي من اسمها معروفة انه نشوف حياة محمد من طفولته الى ان توفى، حتى الاشياء اللي المسلمين اللي جانب اللي ما يعرفوا من حياة محمد راح يعرفوا من عندنا ومن خلال الكتب، مو من تأليفنا طبعا. راح نتكلم اليوم عن، وصلنا الحلقة هاي الى قصة بحيرة، لما وصل الى بحيرة والعلاقة اللي كان عنده بي ويا بحيرة. يقول لك حكى السهيلي عن سير الزهري أن بحيرة كان حبرا من أحبار اليهود، يعني بحيرة يهودي وش اسمه، وبعدين صار نصراني. وورقة بن نوفل، ذول أهم شخصيتين بحياة محمد اللي مشوه مثل ما يقول الأبطال الحقيقيين للقصة، قصة محمد يعني قصة النبوة على الأخص، يعني هم ذول مثل ما يقول الكواليس، كواليس القصة كلها، كواليس النبوة. قلت والذي يظهر من سياق القصة أنه كان راهبا نصرانيا، والله أعلم. طبعا والله أعلم دائما. طبعا اللي جاي نقرأ لكم إياه من أيضا من ابن كثير، هو الراوي قصة، بس أذكر الأخوات المشاهدات والأخوة المشاهدين إنه من ابن كثير، يعني كل اللي نروي لكم إياه هو من ابن كثير. وعن المسعودي إنه كان من عبد القيس وكان اسمه جرجيس، وفي كتاب المعارف لابن قتيبة سمع هاتف في الجاهلية قبل الإسلام بقليل يهتف ويقول ألا أن خير أهل الأرض 3: بحيرة ورئاب بن البراء الشني، والثالث المنتظر. وكان الثالث المنتظر هو الرسول محمد، قال ابن قتيبة. وكان قبر رئاب الشني وقبر ولده من بعده لا يزال يرى عندها طشة، وهو
البطل الخفيف، عندهما طش، يعني طش يعني مطر خفيف. طبعا هاي يعني ذكرنا احنا عن بحيرة الراهب، بس هو ذاكر هالشيء البسيط عن بحيرة الراهب ابن اسمه ابن كثير. فنوصل إلى فصل في منشأ ومربى محمد، يعني وين نشأ ومن اللي ربى، وكفاية الله له وحياطته، وكيف كان يتيما فآواه وعائلا فأغناه. طبعا انتم هنا تشوفون انه يمجد بكل شيء يسوي، يعني يضربون على راسه يقول لك كان الله 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 معه، اذا يسوي شيء زين سوى شيء زين، شيء سيء يقولون شوف اختبار من الله، يعني دائما يحاولون يلقون فد اشياء حتى يجملون صورته لما يعرضوه كنبي. قال محمد بن إسحاق: فشب رسول الله يكلأه الله ويحفظه ويحطه من أقدار الجاهلية لما يريد من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة طبعا، وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا. أكرمهم حسبا، حلوة هاي، هي أمة كانت حاطة رايات وصارت أكرمهم نسبا، يعني صار وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما، حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. طبعا هنا أريد توضح نقطة، دائما الإسلام يشوفنا أنه الإنسان اللي ما يجامع مرأة يكون هو الإنسان الصالح ويعتبروه خلوق. طيب هسه نجي لهالمسألة، يعني إذا واحد ما اجتمع مع امرأة، هل معناته انه انسان مستقيم؟ هو عنده اساليب اخرى، عنده اساليب اخرى بالسبايا، عنده ملك اليمين، عنده الزواج بأربعة، عنده المسيار، وعنده اكو متعة بالشيعة، يعني اشكال وانواعكم من الزواج والسبايا، يعني يكون عندك الاف. هل انه انت انسان مو فاحش يعني؟ يعني لو هيك قال لك شغله يا اخي ابو الحكم، يعني اذا 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 مقياس انه اذا ما تكون لك علاقه مع النساء مقياس الاخلاق، فما بالك بنبي اللي كان مسبع الكهارات مع النسوان؟ يعني لا لا، مو جاي نقوله انه محمد كان ما مخلي وحده تعتب عليه. هل انه الورقه والقلم اللي كان يكتبها او السبيه اللي تصير اللي يدعي من الاله صايره الا هاي، وهاي نسبه الاخلاق، الهدايا اللي كان ياخذها من نساء ماريا القبطيه وغيرها، السبايا اللي يسبي يحاربهم ويقضي عليهم مثل صفيه اللي كانت جديد من الزوجه اول ليله اخذها وبعدها بالطريق راح نام وياه، هذا الاخلاق اللي تحشون عليه انتم؟ فهموني، هو هذا الاخلاق اخلاق النبي اللي تحشون عنه؟ بعدها بالطريق، يعني بعدها ما راجع، ما انتظر حتى يرجع للمدينه، نصب الخيمه ونام وياها، يعني وصاروا يحرسون جماعته وخايفين انه هي تقتله، لانه قاتل كل اهلها، ابوها وامها وخالها وعمها وزوجها، وما خلى واحد من العائله ما قتله، وبعدين راح نام وياها نفس الليلة، يعني لا انتظر، طبعا اللي طبق على المسلمين ما يطبق عليه، لا انتظر العدة ولا انتظر البطيخ ولا أي شيء، وقبل، المهم هو مزند، احنا نسميه مزند، يعني تعرفون قصدي، يعني حامي وما يتحمل، شافه جميلة. ولا بتعرف انه في مشايخ بتدافع عن النبوة، انه النبوة لازم يكون عندها شهوة جنسية زيادة عن الناس، يعني ايه. تصور انه بيصرعوا الدنيا في الاخلاق، انه بعيد عن الجنس، ويجوا عند النبوه لازم النبي يكون شهواني جدا، يعني
أين عقولكم؟ بس أنا بدي أفهم العقل المفكر الإسلامي وين صار. يعني إذا النبي فرض مفروض عليه يكون شهواني جنسيا، يعني بس الأخلاق وين صارت؟ ليش؟ لأنه محمد كان شهواني، ف يعني صاروا يأيدوا هالفكرة هاي إنه النبي لازم يكون شهواني جنسيا، مع إنه يسوع الدلوع الزلمة يعني ما امرأة، يعني لذلك بترهبنوا القساوسة والراهبات وهذول بترهبنوا لا يتزوجون يعني قدوة بيسوع الدلوع. ليش محمد يعني كان مسبع الكارات مع النسوان، والنبوة لازم تكون فيها شهوة جنسية؟ يعني أعطوني عقولكم، أعطوني عقولكم. تفضل أبو الحكم، تفضل حبيبي. أنا الشاشة عندي عم بترج، آسف كتير. تفضل أبو الحكم. اوكي، بس اللي يا ريت واضحه انه احنا نفند انه يقول ما تقرب من النساء. يعني شنو ما تقرب من النساء؟ هو اللي ايش قصر يعني وين النساء؟ يعني قصدكم الورقه والقلم؟ هو ما يحتاج الورقه والقلم اصلا. وحده مجنونه كانت باحد المرات، اذكر اللي ما سامعينها القصه، قالت له معروفه بالمنطقه انه مجنونه، قال له هاي نحكي على وهبت نفسها للنبي، يعني ما اعرف حكيناه ما في بارحه والبارحه صار الحكي. فالمهم قالت له اني عندي رغبه بيك يا رسول الله. راح اخذها باحد الزوايا حصرها وفعل وياها، وتريدون اجيب لكم اصل الحديث. راح فعل وياها، قالوا ما هذا يا رسول؟ قال يعني وهبت نفسها الي، وهي كان عندها حاجه للجنس وسويتها. يعني ما ترك، ما عوف، يعني لا يحتاج له ورقه ولا قلم ويقول مهرها شو اسمه، اي شيء يكون ايه من القران او كلام، او هو يقول او خلص هي توهب نفسها، ما يحتاج لا صداق ولا مهر ولا اي شيء. وين الاخلاق؟ لعد هاي الشيء لو من راسكم، مال تقولون اخلاق وانه ما يقبل يعني يمارس الجنس ويا النساء. هو اي وحده يريدها ياخذها بعد، يعني واضحه الايات واضحه يعني. فاتمنى بعد الاخوه المسلمين او الكتب لا تقول انه كان عفيف وما يتقرب من النسوان، يعني هاي واضحه قدامكم للكل، يعني مثل ما يقول. والاخلاق تكون باشياء اخرى، الاخلاق تكون انسان مو ظالم، الاخلاق انه انت ما تكون كذاب، الاخلاق انه انت تكون مخلص مع اصدقائك، تكون عادل. هو هاي الاخلاق، صفه الاخلاق سويتوها بين ممارسه الجنس بين المراه والرجل. اذا هذا هو الاخلاق، ما اريد هذا الاخلاق، لانه اشياء اخرى اهم بكثير من هاي اللي يحكي عليها. الشخص اللي يمارس الجنس مع امراه سواء كان زوجته او صديقته، فهي بينه وبينه بس. بينما الاشياء الاخرى، المجتمع كله لازم يكون عنده هالصفات الجيده من الاخلاص والعدل وعدم الكذب والامانه والشغلات كلها. يحكوا لي على الامانه، هسه نشوف الامانه مالته همين. المهم، وكان رسول الله فيما ذكر لي يحدث عما كان الله يحفظه به في صغره وأمر جاهليتي، إنه قال: لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب الغلمان، كلنا قد تعرى وأخذ إزاره وجعله على رقبته. أول مرة ما أصدقها، على رقبتي؟ ليش على رقبتي يعني؟ طبعا ما كان يلبس في اللباس، يمكن هذا يقصد. وجعله على رقبتي يحمل عليه الحجارة، فإني لأقبل معهم كذلك وأدبر، إذ لكمني لاكم ضربوا بوكس ما أراه لكمة وجيعة. ثم قال: شد عليه إزارك. قال: فأخذته فشددته علي، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري على من بين علي من بين أصحابي. طبعا هنا يذكر أنه
كانوا يشيلون حجر يشغلوهم، وهذا من أشرف القوم مسخرين من وجاهل. فالكل شاروا وشالوا ثوبهم لي فوق، واني الوحيد اللي ما شلت، فضربوني فخلوني اشيل الثوب. يعني سويت، رحت سويت نفس الشيء يعني، فصرت احمل الاحجار. الصورة هاي احجار اللي يتعبدون بها، راح نشوف راح تجري قدام. قال عبد الرزاق: اخبرنا ابن جريج، اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله يقول: لما بنيت الكعبه ذهب رسول الله ينقل الحجاره. طبعا بذاك الوقت كانوا لا يخدعونكم بهذا الكلام، لما ينقل الحجر كانوا الاصنام كلها باطرافه، يعني يعبدون الاصنام، كانوا مو يشوفكم انه جاي يسوي يبني الكعبه، لا، بنص الكعبة. هو أصلا تجارتهم وين كانت؟ كانت بنص الكعبة يم الحجر الأسود، يجون يعرضون الأصنام مالتهم ويبيعوها. يعني هذا المتعارف عليه، يعني هو من اشترك بهذا الشيء، يعني مو يقول إنه ابتعد عنهم، كان يشيل الأحجار ويشتغل وياهم وقت اللي كانت موجودة عبادة أصنام يعني، والبيع والشراء وكل شيء. طبعا كانت موديلات قبل الصنم الصغير سعره اقل، اكبر فلوسه اكثر، تاثيره اكبر. اي المهم مصنف: لما بدأ ذهب رسول الله ينقل الحجاره، فقال العباس لرسول الله: اجعل عزارك على عاتقك من الحجاره. ففعل فخر الى الارض وطمحت عيناه الى السماء، يعني وقع على القاع، ويعني عيونه صارت للسماء، ما اعرف يمكن جت نوبة صرع او شيء، ما ادري صراحة. ثم قال: فقال ازاري، يعني هو اهتم بازاره يعني، فشد عليه ازاره، يعني على اساس انه يريد ينزل ازاره لحد يشوفه. انا قلت من زمان انه هو مستحي من شيء، انه البتاع يخاف احد يشوفه لانه بيعيب او ما ادري، تفهمين قصدي يعني. فاخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرازق: اني نهيت ان امشي عريانا. لعد شو عملت؟ مو غصب ضربوك لكمه وقالوا لك شيل الثوب؟ مين هاك اني نهيت ان امشي عريانا؟ انت كنت صغير لا تفهم شنو رسول وشنو الله وشنو عليه. ما تضحك انت، ما تقول لي عليه ما تضحك انت، ايش وقت يعني بعدك؟ كان عمرك 8 سنين 10 سنين يعني، بهالوقت شنت ايش وقت ونهيت وما نهيت؟ مين قال لك انت؟ اصلا لما جاك الوحي كان عمرك 40 سنة وما كنت تدري، الا ان خديجة قالت لك: يا معود ترى هذا وحي. هو بس قال لك اقرا، ومثل ما يقول كاكشان قال بالاتصال، يقول له اقرا، يقول هو اصلا يعني هو الملائكه غبي ما يعرف انه هذا ما يعرف يقرا، ليش يقول له تمثيليه يسوون له شنو؟ يقول له اقرا، ويقول له ما انا بقارئ، اقرا ما انا بقارئ، ما انت تعرف ما يقرا يعني. فعلى الرغم من شيء ما قلت له انت نبي، راحت خديجه قالت له. هو على افخاذ خديجه يعني. طبعا طبعا افخاذ خديجه قلناها يعني لها تاثير قوي، يعني كل الاسلام مجا من افخاذها يعني. قال وكنت اكتمها من الناس مخافه ان يقولوا مجنون. طيب انت منو قال لك يعني انه جاك وحي؟ لا، الوحي جاك عمرك 40 سنه مثل ما تقول، فانت خفت يقولون عليك مجنون، يعني انه إذا الناس يفكرون إذا تمشي عريان يقولون عليك مجنون. فأنت هذا الشيء طبعا لو هو قال لما صار نبي، لو النقل كله كذب وأصلا ما قايل الحكي، وكله مثل ما يقول التاريخ اصنعه الأقوياء. وروى البيهقي من حديث يونس بن بكير علي بن أبي طالب عن أبي عن جدي علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله يقول: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من النساء إلا ليلتين كلتاهما عصمني. ويعصمك، يضحك صدقني يضحك يعني.
عصمني الله عز وجل فيما قلت ليلا لبعض فتيان مكة ونحن في رعاء غنم أهلها، فقلت لصاحبي أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة أسمر فيها كما يسمر الفتيان. هذا طبعا قول محمد. فقال بلى. قال فدخلت حتى جئت أول دار من دور مكة، سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير، فقلت ما هذا؟ قال تزوج فلان فلانة، يعني راح بمكان كله دق ورقص، مثلا يقول احنا نسميه دق ورقص في العراقي. اي، فقال شنو هذا يعني موسيقى والدف والطبل وهالشغلات؟ قال وهذا فلان بس تزوج فلان. طيب، نعم بس دقيقة، في الأخ حمدي فاود عم بده، عم بقول مطلوب مداخلة. أكيد أخي حمدي راح نفتح المداخلات بس أو الحكم يخلص من الجزء الأول ونفتح المداخلات وأفتح السكايب. وفي الأخ بصراحة أنا شوي يمكن العتب على النظر، أخي جان كريت، انا عم بكتب له جاست بس اسف كتير، يعني جان كريت هو طرح علينا انه نعمل حلقة اخرى في اسئلة للملحدين، وتكرم عينك. وانا يعني اوجه كلامي لكل اصدقاء انه اذا في عندكم اي اسئلة الملحدين حابين يسألوها نعمل حلقة هيك، يطرحوا الاسئلة، يبعثوا لي على السكايب او يبعثوا لي على الفيسبوك او حتى رسالة هون على اليوتيوب، ما في مشكلة بعتون، وانا يعني من عيوني اعمل الحلقة هي. وشكرا لك اخي جانكو، واسف كثير على جست، يعني انا ما بعرف العتب على النظر، يعني يظهر نظاراتي بدون تغيير. على كل، تفضل اخي ابو الحكم. اوكي. يعني المهم راح الى مكان، شغال سأل شنو هذا؟ قالوا له هذا يعني جاي فلان متزوج فلانه، يعني سمع موسيقى ودق وهالشغلات. فجلست انظر وضرب الله على اذني، فوالله ما ايقظني الا مس الشمس. فرجعت الى صاحبي فقال ماذا فعلت؟ قال ما فعلت شيئا، ثم اخبرته بالذي رايت. يشكو به، يعني سويت شيء من النبوه، انت بعد الغنمان أخذتك الصفنة ونمت، يعني تعبان جسمه، يعني على أساس إنه هذا الشيء من الله، يعني وأنت اللي سويته بين النسوان هذا هم من الله؟ لو شنو كان هذا؟ مثل ما يقول أخذت حقك ثالث ومثلث لما صرت نبي، يعني وخصوصا ورا ما ماتت خديجة، وخديجة ما كانت تقدر لأنه تخاف منها ومن سطوتها. فلما ماتت بعد ما خليت وحده تعتب عليك. ذاك شو تسميها؟ شو ما اجاك نوم ذاك الوقت؟ لو الكفيت سوى عمايله. المهم الكفيت اذا بعض الاخوه سامعين كثير وما يعرفوا شنو يعني بياقرا اسلامي، يعني لا بياقرا الهيه، يعني هو الله بياقرا الهيه، جبريل طحنه وعجنه وجابه له مخصوص، يعني كان يشتغل ابو قرون، يعني يجيب له هو كفيت حتى يمارس الجنس، يعني الكفيت بعت له اياه الله من فوق اي من طبعا، جبريل بشان الزلمه يعني يقدر يمارس يعني الجنس اكثر، يعني اي بدل الفياجرا حاليا. ايوه، اي اله هذا؟ اعجاز يعني اي علمي على اله؟ فكره، هذا اعجاز علمي، يعني اعجاز علمي بالفياجرا، يعني بهلول النجار لازم يقول هاي اعجاز علمي عنا. طيب أي إله هذا يعني يخلي واحد يعجل له كفيت ويدز له؟ يا أخوي ينفخ بالقضيب ماله ويقول خلاص صرت قوي بعد، إذا كن فيكون، يعني ليش يدز الكفيت وما أعرف شنو؟ يعني هيك تصورون الإله؟ يعني هيك قيمته يمكم يجي يعجن كفيت على مود محمد يتونس بالجنس؟ أي مخ عندكم أنتم؟ يعني اريد افهم شلون تفكرون، يعني اذا الاله مشغول بقوه محمد الجنسيه، هذا اي اله هذا؟ يعني يشتغل قواد عنده، يعني احنا نسميه هيك، يعني يجيب له يقوي جنسيا حتى يمارس الجنس ويا النسوان، وشنو اهميه هذا الجنس؟ يعني الجنس بوقته يجي واحد يكون مع وحده
ويقضي وقت، بس مو يعطيه قوة إضافية حتى براحته مثل ما يقول يمارس الجنس. يعني كافي، يعني فكروا شوية، فكروا بهذا الكلام كله يعني. وهاي كلها كتب حديث صحيح، وتريدون أجيب لكم كل المصادر. أي واحد عنده مصادر وما جبت ليها يجي قدام الكل ويبصق علي ويطلع بحلقة يقول أنت قلت لنا على المصدر الفلاني وما جبته. طبعا هاي ما أنا إلا أقرأ من الكتب الإسلامية، يعني ما عندي شيء من عندي نهائيا، يعني ما تشوفون إلا أجيب من التفاسير والأحاديث الصحيحة، وشيخ التفاسير ابن كثير يعني، أو الطبري أو القرطبي، بس أنا 90% عندي بس أخذ من تفسير ابن كثير. المهم على أساس أنه طبل ورقص ما شافه يعني، بس هو شغلات أخرى جاهز طبعا. ثم قلت له ليلة أخرى أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة، فدخلت فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة. رجع مرة أخرى، فسألت فقيل نكح فلان فلانا، فجلست أنظر. ليش أصلا راح تروح تجلس تنظر يعني؟ إذا أنت ما عندك النفسية، خو الله يشيل هالنفسية منك إنه تهتم لي الشغلات. فجلست أنظر وضرب الله على أذني، فوالله ما يقضي إلا مس الشمس، فرجعت إلى صاحبي. عساس الشغلة تكررت معه مرتين يعني، الكلام بسول غيرنا يعني مثل ما يقول. وقال الحافظ البيهقي حدثني أبو عبد الله الحافظ زيد بن حارثة قال كان صنم من نحاس يقال له أساف ونائلة، يتمسح به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله وطفت معه. يعني شوفوا، طاف رسول الله وطفت معه، يعني محمد كان يطوف، مو تقولون عمره ما عبد لصنم. هذا من تفسير ابن كثير، أعيد لكم حتى انتبهوا علي على الكلام. وقال الحافظ البيهقي حدثني أبو عبد الله الحافظ زيد بن حارثة قال كان صنم من نحاس يقال له أساف ونائلة. طبعا المسلمين يدعون عمره ما عبد صنم ولا دار أطراف صنم. أساف ونائلة صنمين، يتمسح به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله وطفت معه، فلما مررت مسحت به، بس المهم ما مسح، المهم طاف يعني. فقال رسول الله لا تمسه، يعني هو طاف وياه، طاف حول الصنم يعني، بس ما مسه، بس الحجر الأسود الكثيف اللي كانوا النسوان اللي من الحيضة يخلصون يمسحون به، هذا ما يخالف، كان يبوسه. لا تمسه. قال زيد فطفنا، فقلت في نفسي لا أمسنه حتى أنظر ما يكون، فمسحته. فقال رسول الله ألم تنهى، قلت مو قلت لك للطخة كل ممنوع مرغوب، قال لي للطخة يعني، قال لازم أطخة شو يصير ما صار شيء. قال رسول الله قال مو قلت لك للطخة، المهم كان يفتر ويا صاحبه ذاك، المهم ما طخة يعني، الفرق يعني. قال البيهقي زاد غيره عن محمد بن عمرو بإسناده قال زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه، ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله، يعني لأنه ما استلم الصنم الله أكرمه يعني. المهم هو طاف، المهم طاف فعلت، شنو أهميته إذا طخل وما طخ مثل ما يقول. أنا همشن الطفل طبعا، أكو مكانات مثل كاشي مربعات، فأني مشنت أطخ مكانات معينة، كانت ما أطخ الخطوط بس أمشي بنص الجسم، هاي أطفال شنة بعد. فقلت لهم الأصدقاء يعني بحياتي ما طخ الخطوط يعني، جابوني مسكوني وحطوا رجلي على طبعا. انا بس بدي احيي اخونا المسلم المشاكس، كان معنا تذكروا اخي ابو الحكم احمد سلمو، طبعا هو هلا عم يتابعنا، فاهلا وسهلا فيك اخونا احمد، واسفين يعني انا قلت لك بنحكي بس نخلص الحلقه، وتاري عندك الساعه 11 ونص تقريبا هلا اظن، ولكن يعني سهر شوي معنا، معلش تحملنا.
طبعا سلم على الاخ احمد، انسان خلوق، و يعني اتمنى يسوي انا مناظره اخرى يعني ونكسبه. لا، هو راح نعمل مناظرة أخرى، يعني هو على أساس نحكي مع بعض مشان نتفق على مناظرة ثانية، اوكي. بس اللي يظهر عنده التوقيت شوي متأخر، فمعلش تحملنا شوي أخونا أحمد. شكرا لك. شاهد الحلقة أخونا أحمد، ولو أنت ما تصدق إلا بناصر محمد اليماني، بس تحملنا يعني شوية، صير مع هاي 99% ولو لحظات يعني. المهم، مثل ما قلت لك يعني غصب علي أضرب على الخطوط، حالة نفسية بعد يعني إنسان تمر بيه يعني، وإذا أضرب الخطوط شنو يعني، شنو معناته يعني على أساس. المهم طفل كل شيء يتصرف، هو ما راضي يطخ الأصنام، بس مو شيء من إله أو شيء، هو طاخة عنده بس كان يفتر حوله يعني مثل ما يقول، أكون بأطرافه وما أمسه. يقول وقد حكى البيهقي عن بعضهم أن معناه أنه شهد مع من يستلم الأصنام، وذلك قبل أن يوحى إليه، والله أعلم. وقد تقدم في حديث زيد بن حارثة أنه اعتزل شهود مشاهد بالمشركين حتى أكرمه الله برسالته، وثبت في الحديث أنه كان لا يقف بالمزدلفة ليلة عرفة، بل كان يقف مع الناس بعرفات. صحيح، يضحك هذا الحكي، يعني شنو مزدلفة شنو هذا، وكل يعني طبعا الناس اللي ما يعرفون انه الطقوس الحج موجوده نفسها باليهوديه، عندهم شكل اخر والهندوس شكل اخر، ولكن المسلمين نفسهم اللي بمكه عندهم نفس الطقوس، ولكن يختلف مثلا يكونون بهذا المكان لو بهذا المكان، يفترون من يمين الى اليسار لو من اليسار الى اليمين، هذا الاختلاف الوحيد كان. حكمت انت رحت على الحج شي؟ انا لا، ما رايح. لا كويس اللي ما رحت. ما رحت، غسلت ذنوبك يعني؟ لا لا لا، احسن خلينا هيك. المهم بس طبعا اقرا كتب، يعني المعلومات منين اجيبها؟ من الكتب، من الاصدقاء، من شو اسمه. فالمهم نفس العبادات كانت موجوده بالجاهليه، يعني هذا يفتر من اليمين، هذا يفتر من الشمال، شنو الفرق يعني؟ فكلها متشابهه يعني. المهم هنا يعني عاندهم. وقد تقدم الحديث انه اعتزل الشهود مشاهد المشركين حتى اكرمه لا يقف بالمزدلفة ليلة عرفة، بل كان يقف مع الناس بعرفات، كما قال يونس بن بكير بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير قال: لقد رأيت رسول الله وهو على دين قومه، وهو يقف على بعير له بعرفات من بين قومه حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل له. طبعا أنا بعد ثلاث أربع أسطر أخلص، إذا أكو أسئلة أو اتصالات أنت تدري بعد. قال البيهقي: معنى قوله على دين قومه ما كان بقي من إرث إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام في حجهم ومناكحهم وبيوعهم دون الشرك، على أساس ما كانوا يشركون دولاك. قص إيدي منها إذا ما كانوا يشركون، ولم يشرك بالله قط. ذاك كانوا ميتين قبل آلاف السنين، شو عرفتوا لا أشرك ولا شيء؟ وإحنا مضيعين تاريخك قبل 1400 سنة كنت رايح. قلت: ويفهم من قوله هذا أيضا إنه كان يقف بعرفات قبل أن يوحى إليه، وهذا توفيق من الله له. ورواه الإمام أحمد عن يعقوب ورواه الإمام أحمد عن يعقوب عن محمد بن إسحاق به ولفظه: رأيت رسول الله قبل أن ينزل عليه، وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله. طبعا هاي لحد هذا المكان يجي وراه شهود محمد
حرب الفجار، أي عاصر محمد حرب الفجار. فإذا أنت عندك اتصالات أو أسئلة قل لي، إذا ما عندك أكمل. معك. أنا بصراحة لهلا ما عندي أي اتصالات وما عندي أي أسئلة، كمل أخويا بالحكم، وإذا خلصت نفتح الأسئلة. وأكيد في عندي أسئلة أخرى كمان بصراحة من حلقة امبارح لازم أطرحها كمان، فالحوار راح يكون شيق أصدقائي. اوكي. طيب، وصلنا شو محمد حرب الفجار. قال ابن اسحاق: هاجت حرب الفجار ورسول الله ابن 20 سنة، وانما سمي يوم الفجار او الفجار، ما ادري يعني، ماكو عليها شده وضمه وكسره، فما ادري، لو الفجار لو الفجار، بما استحل فيه هذان الحيان كنانة وقيس عيلان من المحارم بينهم. وكان قائد قريش، وكنانة حرب بن أمية بن عبد شمس، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس. فقال له البراض بن قيس أحد بني ضمرة بن بكر بن عبد مناد بن كنانة: أتجيزها على كنانة؟ قال: نعم، وعلى الخلق. فخرج فيها عروة الرحال، وخرج البراض يطلب غفلته، حتى إذا كان بتيما ذي طلال بالعالية غفل عروة، فوثب عليه البراض فقتله في الشهر الحرام، فلذلك سمي الفجار. المهم يعني واحد يغير على الأخشان. طبعا هاي وهذا الشيء يعني يتناقض، هاي يحكون عنه الشهر الحرام ماكو بيه قتال، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. يعني على اساس انه كان يغيرون على الاخ وقت طبعا هاي كانت قديما، ولكنه بس أذكر الإخوة المسلمين أنه محمد في الأشهر الحرم اللي سموه حرام كانوا هم نفس الشيء يغير، وهالشيء كان عد شو اسمه، كان يعني شيء كبير إذا واحد سوى هالشيء، إذا واحد غار على أحد شهر من الأشهر الحرم يسموه، كان شيء عظيم ويلوموه انه شلون تسوي اغاره بهالاشهر، هذا مثل ما يقول حرام بهالشغله. فنفس الشيء الاسلام اجى نفس الشيء، الاشهر الحرم كان بالبدايه ما يقاتل فيه، بعدين لما شاف ماكو فايده ومستفاد مثل غنائم وش اسمه، بعد شال كل شيء. يعني اشهر حرم وحرم كان يهجم على الناس، ومثل ما يقول يتمنى انه ما يشهدون شهادتين حتى ياخذ منهم الغنائم ويقتلهم ويسبيهم. قال ابن شام: فاتى ات قريشا فقال: ان البراز قد قتل عروه وهو في الشهر الحرام بعكاظ، فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم. ثم بلغهم الخبر فاتبعوهم فادركوهم قبل ان يدخلوا الحرم، فاقتتلوا حتى جاء الليل، فدخلوا الحرم فأمسكت هوازن عنهم. ثم التقوا بعد هذا اليوم أياما، والقوم متساندون على كل قبيلة من قريش، وكنانة رئيسا منهم، وعلى كل قبيل من قيس رئيسا منهم. قال: وشهد رسول الله بعض أيامهم، أخرجه وأعمامه معهم، وقال رسول الله: كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. يعني نفس الشيء كان، طبعا أنا ما أصدق أنه كان مشترك بشيء، لأنه من سير تنبين عليه يعني ما كان إلا شجاعة يحارب بإيده أو شيء، ولا سمعنا بحياتنا شال سيفه حارب أحد، على أساس كان يدافع عن الناس اللي كانوا وياهم. هاي يشترك بكل شيء، بعد دا طاف حول الصنم وشد ازاره اللي فوق، وكان شو اسمه يحارب وياهم مثل ما يقول، اذا طلع صدق ما ادري بعد.
فيعني إذا بكل شيء كان مشترك ليش تقولون متفرد بكل شيء كان؟ قال وشهد رسول الله أيامه إذ رموهم. وقال السهيلي والفجار بكسر الفاء فجار على وزن قتال. وكانت الفجارات في العرب أربعة ذكرهن المسعودي وآخرون فجار البرض هذا. وكان القتال فيه أربعة أيام، يوم شمطة يوم العبلاء غير أسماء وهما عند عكاظ، ويوم الشرب وهو أعظمهما يوما، وهو الذي حضره رسول الله فيه قيد رئيس قريش وبني كنانة، وهما حرب بني أمية وأخوه سفيان أنفسهما لئلا يفروا. يعني نفس الشيء كان يشترك بهالصولات والجولات. يعني أنا ليش أقرأ لكم هذا؟ إنه شوفكم الرسول اللي تقولون ما يخوض بأي شيء يسووه أهل قريش مو صحيح، كان كل شيء وياهم يعني موجود بكل الأشياء اللي يسووه كانوا. وبعد ايش يدعي إنه كان متفرد في كل شيء؟ قال ومن لنا بذلك؟ قال أنا. قال ومن أنت؟ قال عتبة بن ربيعة. فوقع الصلح على ذلك، وبعثوا إليهم 40 رجلا فيهم حكيم بن حزام. فلما رأت بنو عامر بن صعصع الرهن في أيديهم عفوا عن دياتهم، وانقضت حرب الفجار. وقد ذكر الأموي حروب الفجار وأيامها، واستقصى مطولا فيما رواه عن الإثرم وهو المغيرة بن علي عن أبي عبيدة معمر بن مثنى فذكر ذلك. يعني طبعا أكو شغلة أخرى ما أريد أهتم له، راح نوصل إلى تزويج محمد، فإذا ما عندك شيء نوصل إلى تزويج محمد من خديجة. أبو الحكم أنا بس الأخ محمد سلمى عم بيقول لي يعني أحمد سلمى آسف، الأخ أحمد سلمى عم بيقول لي يعني إذا جانو يا ريت ما تطول علي، وإذا بتحب خليها لبكرة. أوكي أحمد، أنا راح على كل حال أتصل فيك بكرة وما في مشكلة، يعني تصبح على خير. أنت أنا شايفك تعبان، ما في مشكلة، تصبح على خير وأشوفك بكرة. وفي أسئلة عند الأصدقاء طبعا. على كل إن بالحكم أكمل، أنا راح أروح أجيب كاسة مي وأرجع، فأنت أكمل ولا يهمك. أوكي طيب، إحنا راح وصلنا إلى الزواج محمد من خديجة. الأشياء اللي حرب الفجار اللي ذكرتها لكم بس حتى أثبت لكم إنه محمد كان يشترك في كل شيء، في بناء الكعبة اللي كانت بالأصنام ودار حول الأصنام، وكان أكو حروب بين المناطق وكان يشترك بها بطريقة أو أخرى، يعني مثل ما يقول. بس أنا أشك أنه كان يستعمل بيد السلاح، يعني أنا يعني حسب ما أعرف عن حياته، وإنسان مريض بالصرع، فما أعتقد راح يكون أحد يهتم بي يعتبروه كان مريض ومثل ما يقول مصاب بالجن. يعني احنا لا نعترف الجن، ما نقال محمد كان عنده جن، لأنه احنا أصلا ما نعترف الجن، بس نقول كان عنده مرض صرع الفص الصدغي. هذا هاي كل المسألة، يعني ليش هو يكون نبي ومرسل من الله والبقية يقولون عليهم مجانين؟ شنو الحكم بالموضوع؟ يعني هل انه البقية كل واحد يقدر يدعي يقول انا جاني هاتف من السماء، مثل ما شوفنا قصة الجون الامريكي المعاصر، نفس الحكي يحكي انه الهلوسات اللي كانت تجي نفس هلوسات محمد، يقول اجى علي الاله وعلمني كل شيء وأقدر أغير أفكار الناس وأدعوهم إلى الشيء اللي أنا أريده. يعني هيك صار بي عنده إحساس. طبعا يعتبروه أكيد جوارين، هذا جون أكيد جوارين كلهم يعتبروه مجنون أو شيء، لأنه هيك كلام يقول، بس هو ما يقدر يكمل، لأنه إحنا مجتمعنا مجتمع آخر، مو مجتمع قبل 1400 سنة حتى واحد يصدق كل شيء. وقبل كانوا ناس بسطاء، ماكو تطور بالبشرية، فأي شيء واحد يقول كان يصدقه. والدليل على هذا الشيء
كثرة الأنبياء اللي موجودين، كانوا آلاف الأنبياء، كل واحد يجي يسوي له يصير نبي ويدعو إلى الله، ولكن بتطور العلم هذا الشيء انتهى. وليس تقولون إنه محمد هو خاتم الأنبياء مثل ما مذكور بالقرآن. موسى قال أنا آخر الأنبياء، وعيسى قال، المسيح قال أنا آخر الأنبياء وأتي من بعدي أنبياء كذبة. فممكن يقول أكو يجي مصلحين، ولكن قال صراحة يأتي من بعدي أنبياء كذبة. يعني إذا ماكو غير النبي غير المسيح، وموسى نفس الشيء، واللي قبلهم نفس الشيء. فادعاء أنه محمد آخر الأديان هذا، حتى لو ما قال يجي ورايا نبي، خلي يقول يجي ورايا 10 أنبياء، خلي هسه يجي أي واحد يظهر يقول أني نبي، لا أحد يصدقه، ويحضروه بالحجارة ويأخذوه مستشفى المجاني. المهم تزويجه، تزويج محمد من خديجة. المهم هو يقول تزويجه عليه الصلاة والسلام، يعني نقرأ أمانة فقط، يعني من خديجة بنت خويلد. قال ابن إسحاق هو ليس عليه الصلاة والسلام، عليه زغرة، غنى الله عليه، غنى الله عليه وزغرة، وهو غنى على الناس منه مثل ما يقول يعني. قال ابن إسحاق وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر. هاي طبعا أتمنى الناس يشوفوها، لأن هاي يشوف لك بداية شلون تعرف على خديجة وتزوجها، أو هي تزوجتها نقدر نقول، لأنه هو كان يشتغل جويدة يعني. تستأجر الرجال على مالها مضاربة، فلما بلغها عن رسول الله ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرض عليه أن يخرج لها في مال تاجرا إلى الشام، وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله منها وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى نزل الشام. فنزل رسول الله في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان، فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال من هذا الرجل الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال ميسرة هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. يعني مكتوب عليه فقط الأنبياء، مستأجرين الأنبياء يعني الشجرة هاي، أريد أفهم يعني، يعني إذا أي واحد مر لازم يصير نبي يعني، شغلات تضحك يعني، صدق تضحك. ثم باع رسول الله سلعته يعني تجارته التي خرج بها شجرة الأنبياء هاي، واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة. فكان ميسرة فيما يزعمون إذا كانت الهاجرة، واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس. طبعا هاي شينا عنه، يمكن الملائكة مسوين شو اسمه إلى مسوين غمامة. على كل حال حكينا بالموضوع هذا بالحلقة الماضية أظن، أي بس هنا يعني نمر عليها مثل ما يقول مرور الكرام يعني، بس ما قرينا هذا. هذا كان مع بحيرة الحكي كان، فهنا عايدة هو يظلاني من الشمس، راح أقرأ سريع. وهو يسير على بعيره، فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبا، يعني شنو فأضعف؟ يعني مضاعف يمكن باع أو شيء ما أدري. وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من أضلال الملائكة إياه. وكان خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة، على مدى سكرتي يا أبوك، على مدى يزوجكم، ما كان يقبل يتزوجون، كل واحد رافض هذا الشخص، ما أدري ليش كانوا رافضينه. لا عم أبو طالب انطى مرأة، ولا شو اسمه أبو خديجة قبل، ما أدري شنو كان سبب الرفض. هذا الإنسان كان مرفوض من كل الناس، حتى من طفولته إلى أن كبر يعني. ما أراد الله بها من كرامته. فلما أخبرها ميسرة ما أخبرها، بعثت إلى رسول الله فقالت له فيما يزعمون
يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في وسط ما أعرف كاتبين غلط يعني وسلطتك وسطك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك، ثم عرضت نفسها عليه. طبعا هاي أكبر عيب وحدة تعرض نفسها على الرجل يعني بذاك الوقت احنا نقول يعني على الأقل. عرضت نفسها عليه وكانت أوسط نساء قريش نسبا وعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، كان ما يقول جمالا، كل قومها كان حريص على ذلك منها لو بقدر عليه. فلما قال ذلك رسول الله ذكر ذلك لأعمامه، طبعا كان ياخذها لأنه واحدة غنية، لوحدة أكبر منها 15 سنة شو يسوي بها يعني إذا مو تكون غنية يعني. فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه فتزوجها النبي. طبعا قصة الزواج والأب رفض وهذا محمد حسان معروف للكل، حكى الطريقة اللي تزوجوا بها، وإذا تريدون أجيب لكم الحديث بالضبط شلون محمد حسان من الشيوخ الكبار بمصر يعني معروف إلى أتباع بالآلاف أو مئات الآلاف أصلا. فيحكي القصة بالضبط إنه هي سووا خطة هو ومحمد إنه تسكر أبوها رفض قاطع إنه يتزوجها يتزوجون، فراحة وسكرة هي سكرت أبوها حتى أثناء السكرة ما يحسب نفسه تزوج. ثاني يوم لما صحى أبو خديجة قال ماذا فعلت؟ قال إحنا تزوجنا أنا محمد. قال شلون حصل هالشيء؟ قالت له أنت زوجتنا. قال أنا أكيد كنت سكران يعني، فراد يرجع عن الزواج معفية لو الأقوام قالوا له ممكن يعيروك بالمنطقة إنه شلون تزوج وتتراجع، فمثل ما يقول قبل على مضض وكرها يعني. وهذا هي يعني بتنفي نظرية المسلمين اللي بتقول إنه قبل البعثة كان يسموه الصادق الأمين وما أعرف. طبعاً. يعني لو كان صادق وأمين وكان بهالسمعة الطيبة يعني ما أظن كان في حاجة لخديجة أنه تتحايل على أبوها، وهي بشهادة شيوخ الإسلام يعني حتى تتزوجه. فما أظن كان والد خديجة رح يرفض إنسان صادق وأمين ويصغر بنته، يعني يصغر بنته ب15 سنة وشاب مثلا أول طلعته، وبنته يعني أرملة وكبيرة، فما أظن يعني كان ممكن كان هو الشك يعني رأسا أكيد شك، قال هذا ضارب عينه على فلوسه يعني ليش يعني يقبل، هو أصغر منه ب15 سنة ليش يقبل يتزوجها يعني إذا ما عنده غرض معين. وبعدين إذا هو كان من قوم حسب ونسب كان الأب بالعكس كان هو يفرح يعني الأب، إذا فعلا هو من قوم حسب ونسب وصادق وأمين وبأي شيء ليش كان يرفض الأب يعني؟ إذا بالعكس يتشرف إنه واحد صغير يتزوج بنته يعني شيء يسعده، بس هو ما قبل لأنه ما كان من الناس المعروفين أو شو اسمه، وكان عرف قصة حياته عرف وين عايش الكل كلهم يعرفون بعض، فلذلك رفض يعني واضحة يعني. وقال لك هذا ما دام يريد بنتي اكيد واحد مثل ما يقول منتف ما عنده فلوس راح ياخذ بنتي على الاموال اللي عنده يعني، والاب غشيم يعني ما يعرف، ولا ليش رفض يعني. المهم انت اذا تحب افتح السكايب نقدر يعني باي وقت تقدر تقاطعني. اذا انت خلصت في عنا اسئله شوي من الاصدقاء يعني ما مخلص صراحه لانه وصلت الى هذا المكان انه تزوجها يعني ما ذاكر طبعا بس نمسي على شيطونه وعلى كريم الشباب اللي عم مسوا علينا، اهلا وسهلا فيكم. على كل حال الأخ كريم فاكترو ماهر كل الشباب الموجودين مايكل أميل أظن اللي عنده أسئلة بصراحة، هو في عنده طرح سؤالين
طبعا الأسئلة مفتوحة، يعني أصدقائي يا ريت تكتبوا الأسئلة وأنا راح أقرأها، والأخ أبو الحكم راح يساعدني في قراءتها بعد ما نخلص. تفضل أبو الحكم. اوكي. طبعا هنا كتب مكتوب انه تزوجها، ما عرض التفاصيل. قال ابن شام: فاصدقها 20 بكرة. هاي شنو بكرة؟ ما ادري. وكانت اول امرأة تزوجها رسول الله، ولم تزوج عليها غيرها حتى ماتت. طبعا احنا ذكرنا شنو السبب، وإذا كان إنسان صادق ومخلص لازم كان يخلص لجميع زوجاته، مو إنه مع وحدة إيه ومع وحدة لا. طبعا عنده فلوس وسطوة، وهي تعرف سر ال مثل ما يقول، إذا كان يزوج معود إحنا خابزينه ودافينه سوا، أنا سويتك نبي، يعني ما تقدر تتزوج عليه، وكان كانت يعني تقضي عليه اذا مسوي هالشيء طبعا، والا كان سواها، لو مو خوف ما كان يسويها. هي اكبر منه يعني، لوش يعني يبقى محتفظ بيها؟ وش اسمه لما ماتت ومثل ما يقول اثبت انه هو فعلا كان منتظر وفاتها، واحتمال يقال انه يعني دس لها السم، ما ادري بعد يعني صراحه اقوال غير مؤكده، ولكنه قيل انه قد تخلص منها مثل ما يقول. قال ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. قال ابن إسحاق: ولدت لرسول الله ولده كلهم إلا إبراهيم القاسم، وكان به يكنى، والطيب والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. طبعا اكو شكوك انه يكون الاطفال من عنده يعني، فاني ما اعرف صراحة يعني انه هالشيء مؤكد له لا. قال ابن هشام: اكبرهم القاسم، ثم الطيب، ثم الطاهر. طبعا الاولاد كلهم ماتوا، على اساس ما يصير واحد ابن نبي يصير نبي، ولو عايش كان يقول في التصريف يقول لك انا اخذت الانبياء وهذا ابني وما يصير نبي خلص، يعني شو شو واذا يعني ليش لازم يصير نبي يعني مثل وراثه، يعني مثل بشار الاسد ماخذ الحكم كان وحافظ الاسد وانطال ابنه وابنه يريد ينطين ابنه وهكذا، اذا يعطون مجال يورثون كل الاولاد مثل ما صاير بقيه الدول العربيه يعني. ما هو بصراحه هي وراثه يعني، حتى اي موسى ورث لعائلته اي طبعا وابراهيم ورث لعائلته وكل البلاوي الزرقاء شفناها من وراهم. يعني هم موجود تاريخ ما عدا الخلفاء الأربعة يسموهم، وراه بعد صارت وراثية، معاوية انطل ابن يزيد، يزيد انطل المعاوية الأخرى، إلى مصطفى هشام عبد الملك، وبعدين عبد الملك بن مروان، ويعني وليد بن عبد الملك، وهكذا كل واحد انطال أخوه الأبو عمه، المهم من العائلة يعني. بس بالأخير صاروا ينطون بس للعم، والعثمانيين ابتدعوا شغلة جديدة إنه كان يقتلون كل الأخوة، يقتلوهم حتى في سبيل ابنه يأخذ الحكم، وهذا شيء معروف، واللي شاهد المسلسل التركية حريم السلطان موجود بوضوح، وراها طلعت مسلسلة أخرى يشوف إنه كله بس الأولاد يأخذون أطفال الرضع كانوا يقتلوهم حتى لا يأخذون الحكم، هذا كله من إله. مهم. وأكبر بناتي رقية، ثم زينب، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة. قال البيهقي عن الحاكم: قرأت بخط أبي بكر بن أبي خيثمة، حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال: أكبر ولد محمد القاسم، ثم زينب، ثم عبد الله، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية، وكانت أول من مات من ولده القاسم مات بمكة، ثم عبد الله. وبلغت خديجة 65 سنة، ويقال 50 وهو الأصح. شون 50 يعني بخلال 10 سنين بظت كل الأولاد؟ شون يعني؟ أريد أفهماني تقريبا 10 أولاد يعني، أو 7 8 يعني، 10 سنين جابت الأولاد كلهم.
وقال غيره: بلغ القاسم أن يركب الدابة والنجيبة ثم مات بعد النبوة، وقيل مات وهو رضيع، فقال رسول الله إن له مرضعا في الجنة. مرضع في الجنة يستكمل رضاعه، يعني هناك من أكبر رضاعة يعني. والمعروف أن هذا في حق إبراهيم. وقال يونس بن بكير: حدثنا إبراهيم بن عثمان عن القاسم عن عباس قال: ولدت خديجة رسول الله غلامين واربع نسوة. ما أريد يعني أطول بالشغلة، مو مهم المن جابهم المن أخذ. قال ابن هشام: وإما إبراهيم فمن ماريا القبطية التي أهداها له المقوقس صاحب إسكندرية. إسكندرية ليه؟ الفيلم هذا. طبعا هاي هدية يعني واضحة، هدية جاية إلى جانب من كورة أنصنا. وسنتكلم على أزواجي وأولاد محمد في باب مفرد لذلك في آخر السيرة. قال ابن هشام: وكان عمر رسول الله حين تزوج خديجة 25 سنة فيما حدثني غير واحد من أهل العلم، منهم أبو عمرو المدني. وقال يعقوب بن سفيان: مع الأسف ما ذكر قصة الزواج بالتفصيل، تقرأها لكم بس راح أجيبها لكم اللي يطلبها. قال يعقوب بن سفيان: كتبت عن إبراهيم بالمنذر، حدثني عمر بن أبي بكر المؤملي حدثني غير واحد أن عمرو بن أسد زوج خديجة من رسول الله وعمره 25 سنة وقريش تبني الكعبة. وهكذا نقل البيهقي عن الحاكم أنه كان عمر رسول الله حين تزوج خديجة 25 سنة. المهم جاي عيده كلها. باب ما كان يشتغل به محمد قبل أن يتزوج خديجة. كان يشتغل قبل ما يتزوج خديجة، كان يسوي يعني أعماله شنو كانت. فإذا عندك شيء يقول، إذا ما عندك أكمل. ما كان يشتغل محمد قبل أن يتزوج. أظن لهون خلينا نوقف لأنه صار معنا ساعة، وصار المفروض نفتح السكايب لا أنت لو فاتحه من زمان ما يأثر يعني. كان هو نفتحه من زمان يعني، أنا بحب نخلص الحلقة ويعني نأخذ مداخلات فرد دفع. أوكي إحنا ننهي اليوم ونشوف الاتصالات والأسئلة. طيب خلينا نروح نشوف الأسئلة بالشات. أول سؤال بصراحة من الأخ، بس دقيقة واحدة، لي سؤال ثاني إذا في مجال. الأخ أظن أخ أميلة أو ما بعرف بالضبط إذا أخ ولا أخت، عم بيقول: عندي سؤال من فضلكم، هل كان محمد فعلا لا يجد القراءة والكتابة؟ مشكورين. شو رأيك أنت بالحكم؟ طبعا بهذه أكو أقوال، يعني أكو ناس يقولون أنه كان لا يقرأ ولا يكتب ولكنه تعلم في وقت النبوة. والدليل على هذا لما عرضوا عليه صلح الحديبية الصور، فقرأ قرأ الشيء اللي صار بين من فلان إلى فلان، قال ما نقبل تقول من رسول الله، لأنه إذا أنت رسول الله كنا بعد ليش نسوي مشاكل وياك. فالمهم قال غير هو بإيده، غير الأسلوب أو شيء يعني. صراحة أنا غير متأكد أنه كان، في أقوال تقول أنه كان يعرف يقرأ ويكتب، وفي أقوال تقول أنه ما كان يعرف وتعلم بعد ذلك. ولكن هذه قضية غير مهمة إطلاقا، لأنه في ناس عميان وهم شعراء وفطاحل وكل شيء يعني. القراءة والكتابة لا تغني عن العلم يعني. إنه الأخوة المسلمين يعني بيركزوا على إنه محمد كان أمي ومع ذلك أب فظع وصار
يعني جاب القرآن، لو كان يعني واحد أمي كيف بيجيب القرآن بهالشكل هذا يعني. فهذه يعني الفكرة. طبعا حتى نوضح هاي الفكره، انه الانسان ممكن يسمع، ممكن يسمع. انا اجيب مثال الاعمى، الاعمى شلون يقدر يسوي كل شيء؟ يسمع، يسمع ويقدر يرجع يحكي، يعني هاي مو صعبه. وبعدين كتابه وين كان يكتب بيده؟ كان اصحابه يكتبوا له، كان عنده ويا كتاب، عبد الله ابي سرح الصوار، ومعاويه هم كان يكتب له، عنده ويا كتاب للقران كانوا. فمو مشكلة. وبعدين هو شنو الأشياء إنسان ممكن تخطر على باله شغلة ويقولها. وبعدين كان عنده ورقة بالنوفل وبحيرة، دول كانوا يساعدوه. والدليل على هذا الشيء المسلمين ما يفكرون الأشعار والجزمة اللي بمكة كانت تقول قبل ما يروح للطائف للمدينة، كانت تختلف عن كليا عن القرآن الموجود. حتى كل اشعار كانت وزجل، ومثل ما يقول وعلى شكل معاتبات وما اعرف شنو من الله، وعيد للبشر للنار والشغلات. فهي لما مات، لما توفى ورقه بن نوفل، فتر الوحي مثل ما يقول. يعني انتم اربطوها بعد، لما مات ورقه من 3 سنين ما اجا وحي. يعني شنو معناته هذا؟ معناته انه كان معتمد على ورقه بن نوفل، الى ان اللي قال بحيره كمل له، بحيره كمل له الوحي، ولكنها اختلفت كليا. يعني الاختلاف ما يوضح لكم الايات المدنيه مختلفه كليا عن الايات المكيه. هذا ما يخليكم تفكرون انه الايات المكية كانت أشعار، آيات المدنية كلها قصص وآيات تدعو إلى القتل والذبح بعد ما سيطر على مكة. يعني هنا شكل وهنا شكل، أنتم بعد فسروها أنه شنو الاختلاف. حتى لو في مسلسلة إذا مخرج معين يتوفى يجي واحد يكمله، تختلف النمط، القصة تختلف، النوع الإخراج يختلف. وهذا نفس الشيء، أنا شبه نفس الشيء. يعني لما توفى اوكي، مفهوم الفكره اخوي حكمت. الاخ ذات نفسه عم بيقول يعني انه طيب ليش تتهموه انه هو كاتب القران؟ يعني بصراحه اخوي ما بعرف، يعني انا يعني هو القران لما نقول كاتب القران مو شرط انه كتبه كتابه، يعني ممكن يلقي القراء طبعا، والناس يملي على احد يكتب له، يعني يملي على احد يكتب له. مثل ما قال اخوي ابو الحكم، اغلب الشعراء الجاهليه كان لا يقرؤون ولا يكتبون. يعني ونسال هذا الاخ نفسه، جان نسال هذا الاخ نفسه، نقول له ليش كان ينسى محمد الايات؟ اذا فعلا هو مسويها، ليش كان ينسى الايه تقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها؟ شنو معناتها هاي؟ كان محمد ينسى، ينسى. أحد المرات إجا أحد قال له يا رسول الله بارحة قلت لنا سورة ما نتذكر منها غير بسم الله الرحمن الرحيم، فهو ناسي. راح ساعة ورجع يريد يتذكر، ما يتذكر، قال لهم نسخت، يعني خلص نسخت. هو شنو تجي على راسه يقولها، وبعدين ما يتذكر اللي قاله أصلاً، لانه ما عنده شيء يدونه بذيك اللحظه، ما يلقي الكاتب، ما يلقي الشغله. فاذا قاله يصير ما يتذكره، يعني اذا واحد ما كتب له ما يتذكره. فاذا هو من الله جاي له، لازم القران كله يعني هسه احمد حرقان احسن من نبيك؟ احمد حرقان حافظ القران كله من الراس للراس، ليش محمد ما كان عنده القدره؟ يعني نقدر نقول على احمد حرقان نبي مثلا؟ ليش محمد ما كان يتذكر القران ودائما ينسى وما يذكر اشياء؟ وليش ما طبعه براسه القران مثل ما قدر يطبعه بعض الشيوخ المسلمين عندهم؟ ليش اقول بس احمد حرقان؟ اكو شيوخ مسلمين حافظين القران كله، يعني هم اذكى من محمد؟ يعني ليش محمد ما قدر يخزن براسه القران كله ودائما كان ينسى منه؟ في ملايين الناس حافظين القران براسهم. طبعا طبعا يعني اطفال، اكو اطفال عمرهم 10 سنين. على كل خلينا ناخذ سؤال من الاخ كريم.
بس دقيقة واحدة أصل للسؤال أخي كريم، آسف كثير. يعني أشوف وين عم بيقول أخي كريم، عم بيقول السؤال هو كيف صارت خديجة نسيا منسيا رغم أنها عاصرت رسالة محمد وما قبلها لسنوات طوال، واشتهرت عائشة كأم المؤمنين. على كل هذا سؤال أول، أظن في أسئلة ثانية له الأخ. طب خلينا نروح على السؤال الأول له. عم بيقول جان أتمنى أن تسأل بالحكم عن دور دحية الكلبي وورقة بن نوفل في صياغة القرآن وارتباطهما الزمني المذهل مع كرودولوجيا كتابة القرآن. اوكي، بالنسبه للشق الاول عن خديجه، خديجه طبعا الغريب انه خديجه ماكو اي حديث او اي آية تقول انه روي عن خديجه، مع العلم هي عاشت معه اكثر من يعني يقال عاشت لعمر 65، ولكن لا اعتقد، ويقال عاشت لعمر 50، يعني 10 سنين عاشت وياه. زين، اذا علق ال10 سنين عاشت وياه، ولا حديث اكو عن خديجه قالت خديجه، ماكو نهائيا لا ماكو. لا، هو اكثر من هيك، يعني من 25 عمره لل40 حتى اجته الرساله، هي 15 سنه لحال، اي طبعا، وعشر سنين اخرى، يعني اظن 25 سنه عاشرته. اي على الاقل 25 سنه عاشت وياه. انا قريت هنا يقول 50، فاني ما صدقت، يعني شلون 5 سنين مثلا لو ولا شيء يعني عايشه وياه، لانه هو بال40 جت الرساله مثل ما يقول، يعني على الاقل 25 سنه عاشت وياه. هل 25 سنه نهائيا ما سمعنا انه اكو حديث او ايه او تفسير او اي شيء عن قول خديجه تروي اي حديث عن احاديثه؟ ماكو نهائيا، ما نسمع حديث كله، لو عائشه لو ام سلمه لو ما اعرف شنو. اكثر شيء طبعا 90% عائشه هي تروي الاحاديث، وابو هريره، هذول الاثنين اللي مشهورين يرون الاحاديث. ابو هريره انسان كذاب كان اصلا. اما الشق الثاني من السؤال، يعني هذا البشر له حق يتساءل ليش خديجه منسيه بالاحاديث. اما الشق الاخر دحيه الكذبي وورقه بن نوفل، طبعا ورقة بن نوفل هو ابن عم خديجة، وهو كان يعني نصراني مثل ما يقول، مسيحي يعني، كان فشوية كان يمكن أفكاره تختلف عن المسيحيين كان. فهو قرر أنه يسوي دين، وكان يروح عند ورقة بن نوفل يعلمه شو يقول، الأشعار اللي يكتبها. يعني محمد ما كان يقدر كل شيء، ممكن تطلع على لسانه آية آيتين سورة سورتين، بس 90% من السور المكية أو 95% كان ورقة بن نوفل يقول له إياه. والدليل على هالشيء إنه أي شيء كان يفكر به محمد لازم كانت تجي بها آية، مثلا شو اسمه ما قبلت الزواج زينب بن جحش، وقالت إذا ما تجي آية من الله ما تزوجك، وجاب آية حتى حرم التبني لأنه اشتهى المرأة. يعني في سبيل شهوته ما فكر حتى بالبشرية، أنه التبني حرمه بالإسلام، والناس كل هاي الأولاد الشوارع وش اسمه، لأنه حرام التبني. ودحية الكلبي كان من أصدقاء الأعزاء مثل ما يقول. فدحية الكلبي كان حتى يقول عنه أنه كان يأتي بصورة جبريل، يعني مرة شافه داخل عليه دحية الكلبي، شو يسوي ما أدري صراحة، فقالوا هاي منو؟ قال هاي جبريل. يعني بعد جبريل يعني إذا يظهر بصورة أشخاص، أنا شلون أصدق؟ أنا ما أقدر أقول جان ملائكة. جان كان ملائكة وقعدنا نحكي، هو كان ملائكة، ترى هذا مو جان، هذا ملائكة. يعني كان يضحك على هذول الناس السذج ويدعي انه دحية. حتى دحية يعني تلاقى وياه مرة على مود صفية اللي أسروها، يعني حكينا قصتها، انه كانت هي اصلا من سهم دحية الكلبي، ومحمد غصبه انه ينطيها اياه لانه
اصحابه قالوا له دحي اخذ اجمل بنات، بنات شو اسمه اللي اسرناهم من اليهود، فغصبه قال له انا اعطيك بدالها واحد اثنين، واحد مقبل اعطيك اثنين، المهم اخذها منها. فدحيه كان دائما ينفذ رغبات محمد، مثل ما يقول هو ورقه من نفل دافنينه سوا. شكرا اخوي ابو الحكم. ابو الحكم هلا يعني سنعطيك مهمه اخرى يا حبيبي ابو الحكم، يا ريت تشوف الشات، وانا في سؤالين اظن او سؤال من الحلقه الماضيه بدي اراها واجاوب عليها كمان لاحد الاصدقاء، اذا ما عندك مانع طبعا. اي طبعا طبعا براحتك. شكرا شكرا اخوي ابو الحكم. اصدقائي طبعا من حلقة امبارحة في صديق كان كاتب لي، في صديق الأخ هيومن انجينير عم بيقول أعرض تناقش المسلم كيف الإسلام تحدث عن الأسرة والطفل، كيف تكون عائلة وأب ومتزوج من 2 3 و4 زوجات، أين دور الأب، وكيف المسلم مثلا له جواري وزوجات، وكيف يوي الابن أبوه رايح يرى الابن أبوه رايح ينام مع جارية، أين الذوق، هل يقبل المسلم أبوه له جواري ينام معها حينما جنسيا ناهيك عن زوجته كيف تشعر، أين حق الطفل والأب له بيوت، لماذا القرآن يتحدث عن حق الجنس ولكن ما حكى عن الأسرة وكيف تكون. أتوقع وصلتك الفكرة جان، أكيد أخوي هيومن وصلت الفكرة، ويعني أنا حابب أطرح الفكرة هاي بصراحة، يعني إنه إنه يعني التربية كلياتنا بنعرفها، يعني الطفل لازم يشوف حنان الأب والأم، فإذا كان الرجل هذا منشغل في يعني بعدد لا محدود من النساء، يعني إذا في أكيد كتير ناس كان عندهم 4 نساء وجواري بأعداد كبيرة، يعني من الأغنياء الأوائل مثلا، يعني أكيد كان في شيء هيك، فكان كيف كان تجي على نفسية الطفل. فأنا بحب، يا ريت نناقش هالفكرة هاي، وأنا متمني نناقش هالفكرة يوم من الأيام، وأكيد راح نناقشها. على كل في الأخ عبد الرحيم عم بيقول، يا جان تابعت البرنامج مباشرة ولكن الإرسال كان ضعيفا، أولا أشكرك ولا أخيفك بناكر ومنكر، ولكني غير مقتنع بنظرية البيج بانج ولا بنظرية التطور، ليس من المنطق أن أؤمن أن جدي كان قردا، أنا آسف أنت لم تقنعني، لا أنت ولا غيرك يا جان، هل تعتقد الله خلقك عبثا يا طيب يا سيد، لا تقبل الإسلام ولا تقبل المسيحية، على الأقل اقبل أن هناك إله، إله أنت لم تفهمه، ابحث ولا تلحد في الإلحاد أخي جان، استسلام. شكرا كثير لك سيد عبد الرحيم، يعني الإلحاد استسلام، يعني بصراحة يعني منطق عجيب غريب، يعني الحاد الاستسلام الإسلام يعني شو حرية، يعني هو الإسلام هو الاستسلام وليس الإلحاد الاستسلام. أولا أنت مانك مقتنع ببيج بانج، بيج بانج قال لك شغلة، البيج بانج هي نظرية الانفجار العظيم، ما هي مسألة إيمانية حتى تقتنع أو لا تقتنع، يعني أنا يعني آسف أنا لا أخاطب فيك أو أتحداك أو يعني أفرضها عليك، ولكن هذا الشيء مفروغ منه، العلماء أثبتوه، وشيء منتهي مثل الجاذبية، أنت بتقدر تقول هو ما في جاذبية على الأرض، شيء مفروغ منه، بتقدر تقول ما في قمر، يعني ما هي مسألة اقتناع انك تقتنع ولا ما تقتنع، مسألة البيج بانج مفروغ منها، مسألة نظرية التطور مفروغ منها،
يعني اذا انت ما كلفت نفسك ورحت قرات شويه كتب علميه، هذا موزمبي. انا ماني هون لاقنعك، انا عرضت عليك وقائع حقائق بس. يعني الاخ عم بيقول، بس ارجع اشوف الفقره الثانيه، انه انا لا اؤمن ان جدي كان قردا. انا اسف انت لم تقنعني. يعني يا اخي عجيب، انا شرحت انه انا ما قلت جدك. يعني بصراحة ما بعرف شو أقول لك. يعني أنا أقول لك شغلة، القرد شو هو القرد؟ يعني خلينا نفهم القرد شو كلمة قرد. القرد يعني إذا اليوم شفت غوريلا بتقول عنها قرد، شفت شمبانزي بتقول قرد، شفت أي نوع آخر من الـ القرود بتقول قرد، مثلا البابون بتقول قرد، يعني ما بتقدر تقول شيء ثاني. هذا البابون اسمه، الفصيلة تبعته بابون قرد، فصيلة الغوريلا قرود كمان قرود، الشمبانزيز كمان قرود، ولكن فصائل مختلفة. الإنسان مو جدك كان قرد، يعني مو كان ولا زال ولا زلنا نحن قرود. نحن من فصيلة من الشجرة الكبيرة تبع القرود، ولكن هالشجرة هاي بطلع منها الشمبانزي، بطلع منها الغوريلا، بطلع منها الإنسان، بطلع منها البابون، بطلع منها كل أنواع القرود اللي بنعرفها. كلمة قرود هي عبارة عن فصيلة. خلينا نشوف مثل فصيلة المواشي. المواشي شو فيها المواشي؟ في المواشي تجي من الغنم للعنز للبقر للغزال، كل هدول مواشي، للحمير. يعني أظن الحمير من فصيلة المواشي، ما بعرف. يعني حتى الأحصنة والبغال يعني من فصيلة المواشي. خلينا ناخذ فصيلة مثلا شو بيسموهم هاي القطط. القطط في عندك نحن القطة، البسة، بسونة، whatever تسميها قطة. الأسد كمان قطة من فصيلة القطط. النمر، الفهد، كلهم فصيلة واحدة. فما تقول لي جدي كان قرد. جدك كان قرد وجدي كان قرد وانت قرد وانا قرد، كلنا قرود. يعني انشئنا وابينا. نحن الانسان هو فصيله من فصيله القرود. فصيلة. اسمح لي اضيف شيء جان. كيف؟ اسمح لي اضيف شيء. يا بس تفضل تفضل. كمل واضيف ورا ما تكمل. فالفكره انه ما هي مساله انه والله كان جدي قرد ولا ما كان قرد، يعني قرد بعدين صار انسان. لا، كل كان انسان وتطور هالانسان وصل لمرحله الذكاء. بيجي يوم ما بتعرف، لانه التطور هو اعمى. يعني الشمبانزيز احتمال يصل لمرحله ذكاء الانسان في يوم من الايام بعد ملايين السنين، ولكن هل بدك تقول انه تطور صار انسان لانه وصل لمرحله ذكاء الانسان الحالي؟ لا، اكيد لا. بيتم شمبانزيز لانه هو من فصيله القرود، مثل ما الإنسان من فصيلة القرود، البابون من فصيلة القرود. فاطمن أخي عبد الرحمن، جدي وجدك كانوا قرود. وإذا أنت ما أنك مقتنع بالتطور، يعني أنا شو أقول لك؟ يعني أنا بس بتحسر إنه ما أنك مكلف نفسك تروح تقرأ لك كتابين بأبسط قواعد التطور. لو تقدر مثلا تفضي نفسك وتعطي لنفسك المجال تقرا في التطور شوي، يعني ما بدك تقتنع ولا ما تقتنع، هي حقائق علميه مثبته بالاف الحفريات والعلم الحديث الجيني بالدي ان اي، كل هذا مثبت يعني مفروغ منه. يعني العلم لا ينتظرك انت تقتنع ولا ما تقتنع، العجله ماشيه. تفضل اخي الحكم. حبيت يعني أضيف كلامك. أولا
البشرية يعني إذا نقيسها، خليه أجيب له مثال مثلا. هل قبل البشر شلون كانوا يستعملون شلون كانوا يستعملون النار؟ يضربون أحجار ببعض ويسوون نار، وكان شعرهم طويل ولا عندهم مواسة ولا أي شيء، وكانوا يتكلمون بالإشارات، كانوا يعني عندهم أصوات معينة يسووا. يعني هل كنت تسميه قرد أنت؟ هذا كان إنسان، ولكنه اللي قبله كان متخلف أكثر، واللي قبله اللي قبله. إحنا نوع اللي درسته وسمعته من الأصدقاء، من جان، من الأخ رياض، من أخوة آخرين، واللي قريته أمينة، إنه إحنا مو مثلا احنا جايين من الشمبانزي او جايين من الفلان، واسمه نوع من القرود استطاع انه يالف نفسه، مثل ما يقول تطور معين، طور بملايين السنين وليس يوم ويومين. انت تفكر انه الشغله صارت يوم ويومين؟ والا انت شو تقيس ذاك الحجر اللي كان الناس يعيشون بالكهوف وما يعرفون يبنون، ما يعرفون ايش يسوون؟ قيسه الان، شوف هسه الانسان لي وين توصل. هذه يسموه عمليه تطور، هو هذا التطور. حتى لو تقيس الانسان من العصر الحجري لحد الان، من نياندرتال لحد الان، احنا طبعا مو من نياندرتال، احنا البشر احنا الحاليين من يسمونه هومو سابيان، احنا بنجي من ذولا يعني. فحتى البشر مختلفين بال نياندرتال تشوفه مثل البشر ولكنه صنف اخر. فهي هاي العلم هيك يقول، يعني انت تريد تنكر العلم براحتك، والتطور اللي صار راح يثبت لك هالشيء. وهذا الشيء ايضا متطور مثل ما قال اخويا، جاء من القطط، يعني القطه الصغيره، بعدين القطه الوحشيه، بعدين النمر، الفهد، النمر والاسد، كلهم من فصيله واحده. يعني الديناصور مثلا اصلا يقال انه كانت من دجاجه، يعني نوع تطور انقرض بالانفجار اللي النيزك العظيم اللي ضرب الارض، اندثر ال شو اسمه كلها راحت، يعني الديناصورات كلها اختفت يعني. فاذا مساله قرد، اذا تقول للواحد مثلا، تقول للواحد انت اصلك قرد، هاي مو اهانه. ليش إهانة؟ بس إذا أنت تتخانق وياه، تتعارك وياه وتقول له يا قرد، هاي طبعا أنت جاي تهينه باعتبار نيتك الإهانة، وليس أنه جاي توصفه بأصله. المهم أصل الإنسان، حتى لو نقول قرد، شنو يعني شبيه القرد؟ هو همنا من هالفصائل اللي عايشة يعني، ولكنها بملايين السنين تطورت إلى أن وصل الإنسان الحالي، وأثبتنا أنه من العصر الحجري لحد الآن تشوفه ما تقول عليه هذا إنسان، بينما هو إنسان طبيعي بعملية تطور صار يحكي وينطق، والعلم اللي توصلنا له هسه. تفضل تفضل. أكيد أخوي أبو الحكم، أكيد يعني. فالمشكلة انه مثل ما قلت، يعني الانسان الاندرتال ولا الهوموسيبيان ولا في نوع اخر كمان انقرض، يعني هذول بشر. يعني اذا رحت اللي مثل ما قلت بشوفهم الانسان القديم اللي عم بيستعمل الحجر في العصر الحجري، اللي حتى ما كان الانسان الشكل الحالي، الدماغ الحالي، كان انسان ولكن فصيلة من فصائل القردة يعني. وإذا تروح قبل 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 يعني، ما كان إنسان، ما كان شمبانزيز مثلا، ما كان غوريلا، كان إنسان ولكن فصيلة من فصائل القردة، اتطور معه الدماغ، وصل لهالمرحلة هاي، صار ذكي من 200 ألف سنة. هالدماغ الموجود حاليا وهو عم في مرحلة تطور، لسه في مرحلة تطور، يعني تم إنسان، ما صار شيء آخر، بس فصيلة من فصائل القردة. نحن فصيلة من فصائل القردة، شئنا أم أبينا. روح على القرد، أي قرد، أي نوع من القرود، روح على الشمبانزي، روح على الغوريلا، روح على البابون، حط عينك بعينه وشوف ما الفرق بينك وبينه. يعني
الأصابع الخمسة، العيون، الأنف، شكل الفم، شكل الأنف، شكل العين، شكل العضو الذكري، شكل العضو الأنثوي، شكل كل شيء يعني. شو الفرق بيننا وبينهم؟ متشابهين، هم فصيل ونحن فصيل. مثل شو الفرق بين الفهد والنمر؟ هذا فصيل وهذا فصيل، ولكن اثنيناتهم يتبعون القطط. يعني شو الفرق بين الفهد والنمر؟ هذا فهم يعطيني، أو القطة والفهد. بس لا، القطة شوي القط الوحشي في شوية أكبر منه، القط الوحشي شوية أكبر من القط العادي. بالضبط بالضبط. شو الفرق بين الكلب والذئب مثلا؟ يعني ما الفرق بين الكلب والذئب؟ يعني شو الفرق؟ ما في فرق. هذا فصيل هذا فصيل، ولكن كلهم من فصيل الكلاب، أو يعني الذئب، الثعلب، الكلب، فصيل واحد هذول. والإنسان هو فصيل من القرود. يعني هاي لازم نفهمها. يعني مو مسألة إنه تقتنع يا أخي عبد الرحمن، ما هي مسألة إنه أنت تقتنع. القناعة ما لها علاقة بشيء. في حقائق علمية العالم درستها وتعبت عليها وجامعات عم تدرسها، وما مستنين حضرتك تقتنع ولا أنا أقتنع ولا فلان يقتنع. هاي حقائق علمية خالصة، يعني مثل الحقيقة اللي بتقول اليوم في إنترنت. أكيد أكيد إذا أنت مانك مقتنع، واحد قعد لي مثلا بغابة من غابات أفريقيا، وجا واحد عم بيقول له والله في انترنت، ممكن العالم تتواصل بين بعضه، يقول والله انا ما بقتنع انه في انترنت. لا يقتنع، بس الحقيقة موجود الانترنت. فهي انت كمان، يعني انا ارجوك تروح تعزم حالك شوي وتقرأ لك كم كتاب، شوف لك كم وثائقي من علماء، مو من مخرفين، لا اصحاب العلم الزائف هدول الجماعات الديانات، يعني حتى المسيحيين منهم، ولا مهما كان. يعني في حتى مسيحيين أمريكان بيحاولوا يغطوا على هالمسائل العلمية هاي بوثائق شبه علمية، وسموه العلم الزائف. وروح على وثائقيات مثلا ميتشا كاكور، وعلى وثائقيات ستيفن هوكن وأمثالهم كثير. يعني في هذا برايان، يعني في كثير وثائقيات، في كتب مطروحة بالسوق، يعني ممكن تقراها وتتعلم منها، كتب علمية وليست من جماعة العلم الزائف اللي بيحبوا بس بأي شكل من الأشكال يبرروا لوجود الدين ولوجود غيران الدين. يبرئوا الدين يطلعوه صح يعني. بالضبط بالضبط. فالبيج بانج ما هو قناعة، البيج بانج حقيقة علمية موجودة، والتطور حقيقة علمية كمان. أبو الحكم، في عندك شيء إضافات أنت؟ لا يعني اللي انت مثل ما يقول فصلت كفيت ووفيت. نتمنى بس يفكرون يعني المسلمين يهتمون للعلم بعيدا عن الدين، يعني ما يربطون الدين بالعلم. الدين شيء روحاني والعلم عالم آخر كليا يختلف يعني على هذا الشيء. يعني لو كان القرآن كتاب علمي كان هسه مشاكل العرب كلها محلولة، وكانوا من أغنى الأغنياء ومن أكثر ناس متطورين يعني. والدليل على هذا الشيء اللي تركوا الدين صاروا من أعالي الناس وصاروا مهتمين بكل شيء، بينما إحنا المتخلفين اللي متمسكين بالدين وهم يخلونا نتمسك بالدين أكثر، يشجعون الشيوخ على مود نتمسك بالدين حتى ما نتطور، هم يكونوا مسيطرين عليه. على فكرة يعني انه مسألة ان التطور لسه ما توقف. يعني نحن حاليا الانسان الحالي، انا وانت الانسان موجود في كل اصقاع الارض، في جين حاليا عم يتطور تسبب قلة حاجة الانسان للنوم. يعني الانسان اللي يحتاج مثلا 8 ساعات نوم،
سيكون بين هال 100 سنة 200 سنة 300 سنة تانية لا يحتاج أكثر من 5 ساعات نوم. وإلى أين تأخذنا التطور ما بنعرف، حتى التطور هذا الدماغ لما كبر وصل لهالحجم هذا صار الدماغ ذات نفسه يطور نفسه بأشياء خارجية يحطها ذات بذاته حتى يفكر بزيادة أكثر، يعني وهي الهندسة الجينية. الهندسة الجينية يعني ممكن تهندس الدماغ هلا ليصير أذكى بكثير من التطور اللي أعطانا إياه. هذا شيء، وممكن الدماغ هذا اللي تطور لهالمرحلة الإنسان يحط آلات إلكترونية في دماغه حتى يطور، وهي كلها تابعة في التطور، يعني ما هي واقفة من إنه يعني مثلا هلا كثير بنشوف ناس معهم أمراض بيحطوا أجهزة هون بدماغهم أو شغلة هون. النظارات هاي هو شيء من التطور، الدماغ بحاجة، الدماغ عم بيفتكر بيطور نفسه. فيوم الأيام راح نحط كبسولة مثلا مثل تشيب صغير في دماغنا، وممكن ما نحتاج دراسة، ما نحتاج أي شيء، نحطه براسنا هيك خلص. الرواية اللي بدك إياها تكبس زر خلص كأنك قريتها ومشي الحال، بتصير بالذاكرة بدون ما تقرأها أصلا، يعني بس صارت بالذاكرة خلص أنت بتعرفها كأنك قريتها. يعني المراحل الجاية من هون لمئة سنة أطفالنا اللي هلا بعمر 8 9 10 سنين راح يكونوا عم يدرسوا جامعات أكاديمية يعني، وهذا شيء جاي على الطريق، وهذا كله تطور الإنسان. اتفضل يا ابو الحكم. اسف، احنا نريد نعكس السؤال، احنا نسأل المسلمين نفسهم، قل له انت من العصر الحجري، يا ما اترك العصر الحجري، من 100 سنة لحد الآن انت شو تسمي اللي صار به البشرية؟ شو تسميها انت؟ كلمة عندك غير التطور؟ يعني هو هاي اللي نحكي عليه، التطور هو كله تطور. يعني مثل ما قال اخويا جان، اصلا الحمض النووي الكروموزومات من تاسيسها من البدايه يصير فيها، هي تطور نفسها من جيل الى جيل. تشوف الانسان هسه تشوفه اطول واذكى واجمل، كيف هالشي صار؟ هل انه الالهي يتدخل بهالشيء؟ وليش يتدخل باوقات مطوله؟ ليش؟ لانه هذا التطور الطبيعي اللي يصير بالانسان، انه من جيل الى جيل يصير اذكى. ودليل على الشيء، اول كمبيوتر كانت قد بنايه كامله، اول كمبيوتر صنعوه شوي شوي صغروه. لا اول بصراحة اللي بيدك، يعني اول كمبيوتر بالحرب العالميه الاولى سووه تقريبا كان قد نص غرفة أو غرفة كبيرة، يعني غرفتي هي صغيرة شوي، بسعة يعني أقل بكتير بكتير من الشيب اللي بتحطه هلا بتليفونك. يعني كان مثلا حساباته 3000 أو 4000 حسبة في الثانية، بينما أنت هلا الشيب هذا تبع الكمبيوتر هذا تبع التليفون بتاعك اليوم، هالشيب الصغير هذا عنده تقريبا فوق 3 ملايين او 4 ملايين حسبة بالثانية. فقارن بين 2000 3000 حسبة بالثانية بكمبيوتر حجم غرفة، بين شيب صغير هيك قده محطوط بتليفونك ملايين الحسبات بالثانية، يعني فتصور الفرق شقد في تطور. والتطور لسه ما توقف ولن يتوقف، يعني التطور لا يتوقف. طب مع اتصال من الاخت ساره، بس خلينا ناخذ الاخت ساره ونرجع بالحكم. تفضلي. اوكي اهلا، مساء الخير اخي جان، شكرا على الحلقه الكثيره، ونحيي اخي ابو الحكم. انا حبيت نسال ابو الحكم اذا كان ممكن اخي جان. تفضلي. كيف لكل هذه الطراعات وهذا الجنون اللي في هذا الدين الإسلامي، كيف ولا عاقل مسلم؟ نحن يعني نتكلم على الأقل في سنوات الخمسينات أو الستينات، ولا واحد مسلم تفطن لهذا الخزعبلات. أنا لما كان يقرأ يتكلم أبو الحكم
وجدت نفسي أين عقول هاد الناس اللي درسوا الدين. أنا أظن أنها مخابرات داخلة مع السياسيين عشان ينووا الشعب تنوين يعني صح. مغناطيسي. كيف اللي إنسان عاقل عنده عقل يعني حنا نقوله راشد عنده 30 40 سنة يقرأ هذه الترهات ولا يقول ماذا أقرأ؟ كيف لعائشة أن تنكح دا ولا هو يعمل يعني كيف الدين يتكلم على الوضعيات الجنسية وهم بعد المسلمين يتقزون من الأفلام الإباحية يعني إذا إباحكم في دينكم يعني على الأقل الإباحية مش مقدسة بالنسبة للغرب لكن الإباحية في دينكم فاتت كل. كيف لطفل يقرأ هذه السيرة النبوية كيف لا يتخيلها الأشياء وانت عارف عقل الطفل يعني عنده كثير من التخيلات وفهمتني لأنه يتأثر بالقصص حتى لو قصة السندريلا. أنا لما كنت صغيرة وقريت يعني هذه السندريلا وما أشوف يعني حذاء أقول حقيسه عشان يعني بيسحبني مثل السندريلا يعني فهمت عليا. أنا صراحة كثير مصدومة 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 من اللي يعني هذا التاريخ اللي راه يقول لنا فيه وراني نتعلم من الأخي حكمة ونوجه له تحية كبيرة ونقول له اشتقت ليك وتحية ليك أخو جان وعن قريب اللي حبيت نعملوا حلقة أكيد. سارة أنت بكرة بدك تكوني معنا ما هيك؟ نعم بالضبط بكره بنفس التوقيت الاخت ساره معنا واظن الاخ روي راح يكون معنا كمان في حلقه يعني مفتوحه وانا اتمنى من اصدقائنا المشاركه يعني وبكره راح تكون حلقه ناريه انا متاكد يعني شكرا انا من انا غني متشرفه بيكم وبالمعرفه ديالكم وحسيت نفسي طائرة في السماء. أنا كنت ملحدة قبل صراحة لكن ملحدة مع نفسي فقط لكن لما تعرفت بأصدقاء مثلكم أنا حس كأنه أني مثل الملاك اللي عنده جنتين بين قوسين وأنا بطير بأفكاري وتناقش مع أصدقائي وكذا أفكار يعني نخليها في رأسي أفكار تروح أفكار تجي. ما أحلى هذه الحرية صراحة وأتمنى أي إنسان يسمع فيها جرب وهذه الحرية. بكل تأكيد سارة نحن عائلة وبصراحة كلاتنا مثلك يعني كلاتنا كنا نعتقد أنه أنا الوحيد الملحد لأنه ما كان في مجال نحكي ما كان في مجال نقدر نتواصل مع بعض لذلك كنا مفاكرين خلاص أوكي أنا وحدي وهي حياتي شو أعمل يعني. صح وفوق هذا الشيء يعني نحن كمجتمعات شرقية نميل للتجمعات اكثر حبينا او كرهنا يعني صحيح لا احد يميل للوحدانيه هو هي من اثر الدين الاسلامي من ضغط ضغط الدين الاسلامي للعقل الجمعي هذا يعني اللي يفرض على الثقافه الجمعيه صحيح اللي انفرضت علينا بالقوه يعني واحنا كضحيه لحد الان كبرنا وما زلنا نميل للجماعات والاصدقاء يعني وهذا الشيء انا اشوفه رقم سلبيات وشيء جميل لما تكون تتعارف مع ناس وتبادل معهم الافكار شيء جيد. صحيح صحيح. اشكرك ساره اشكرك كثير شكرا اختي ساره شكرا ونشوفك بكره كمان معنا بكره اذا شاءت الحنفيه اكيد لا الجلده اول شيء طيب اشكرك كثير ساره شكرا كثير على كل اصدقائي. في شخص على الشات شو اسمه كان بس دقيقة واحدة محمد العلي أظن عم بيقول إنه أنا أشاهد مجموعة من المهرجين ومستمتع بالمشاهدة مجموعة من المهرجين يعني أشكرك كثير سيد محمد علي هاي من أخلاقك طبعا خليه الحق الأديان على كل على كل المهرجين هدول يا ريت تقدر تصل لربع اللي قروه هالمهرجين هذول عن خرافات دينك والحمار الطائر يعني المهرج اظن المهرج اقل شيء هو نبيك الاول هو المهرج اللي قدر يضحك عليك انه في حماره بتطير وانت بكل سذاجه صدقت انه في حماره بتطير. ممكن اضيف شيء
وعند طيب تفضل تفضل، وانا راح اخذ اتصال الاخ جانو. تفضل اخي ابو الحكم. طبعا اول شيء اشكر اختي وعزيزتي ساره انه اتصلت، والمشاعر اللي تشعر بها من يوم اللي صارت ملحده. طبعا هالمشاعر احنا جميعا ملتقين بها، انه حسينا انه وصلنا الى بر الامان، بر العقل مثل ما يقول. يعني لما رفضنا الاديان صار عندنا اشياء بالعقل، وهذا لا ينزع الاحساس بالعاطفه نهائيا، بل بالعكس يغذيه، والانسان يصير يحب كل الناس، ما يفرق هذا مسيحي وهذا يهودي وهذا مسلم وهذا شيعي ولا سني، كله عندنا نفس الشيء، ما نفرق بين هذا وهذا، عندنا اهم شيء الانسانيه. بس حبيت نقطه من يعني اضيفها، انه الانسان هذا اللي الاخجان كله حكى عنه يسموه تطور العقل، اللي الكمبيوتر قدر من غرفه كامله يعملها في تشيبس صغير، وموبايلك هو نفسه كمبيوتر، يعني اللي تحمله بيدك وتشوف بيها كل شيء هو كمبيوتر صغير، وتقدر اي شيء تريده بمعلومه تطلعها او تخزن الاف الصفحات مثل ما يقول ب تشيبس صغير يعني. فالشيء اللي أريد أوصله أنه هذا هو التطور العقلي. أما تطور الإنسان، هو الإنسان دائما يصلح من نفسه، يعني الكروموزومات اللي بالجسم بدءا من الحمض النووي، هو كل فترة وأخرى هو يطور نفسه إلى الأفضل إلى الأفضل. وهذا الدليل أنه من تطور البشرية. يعني خلي هم يلقون التفسير لهذا الكلام اللي احنا جاي نشرحه، وما شي يدعوا شي يسموه هذا الشيء اللي صار من قديم الزمان ولحد الآن، أو من 100 سنة لحد الآن، هم يسموه فالتسمية يعني، حتى احنا نعرف كيف نناقشهم. هاي النقطة اللي حبيت أضيفها يعني. أنا لك أخوي أبو الحكم. طب خلينا نأخذ اتصال من الأخ جانو. تفضل جانو. تحيات حبيب الجان لك ولحبيبنا مفسرنا أبو الحكم العزيز. طبعا بالنسبة لهذا الشخص اللي قال أنه ما اقتنع أنه جده ما كان قرد، طبعا كان لازم يشوف صورة جده، يعني احتراماتي له، انه قرط مشان يعترف انه نظرية التطور حقيقية، وهو ناسي انه قبل هومو سابيان الانسان العاقل فيه كان كثير، شجرة عريضة طويلة من الانسان حتى وصل للانسان الحالي. والمشكل هو ذات نفسه، لازم يسأل نفسه، يعني هو هل بيعرف أكثر ولا قبل 10 سنوات أو 5 سنوات؟ راح يقول لك إنه حتما الآن بعرف أكثر. طب هذا المعرفة من وين أتى؟ أتى من إنه نمت وصحيت عرفت هالأشياء، ولا إجا من التطور؟ التطور التطور العقلي، التطور الجسمي، التطور الوظائف، يعني هذا الشيء مستمر، مش إذا بحب أو ما بحب، يعني هذا الشيء إذا بتحبه وتنكرها مستمر. صحيح صحيح. فالمشكل أنت متخلف، انت ما بتعترف بهذا النظريه او هذا الاتجاه. والاوروبيين والغربيين متطورين مشان بيدرسون اولادهم على هذا النظريه. بكل تاكيد جانا، بكل تاكيد. بالنسبه لهذا الشخص الثاني كان بيقول انه محمد والبراق، محمد راح للفضاء، كان الصاروخ تبعه كان اسمه تشالنجر البوراق او ديسكفري البوراق للفضاء، يعني
يعني هو كاتب اول شيء مو حمار اسمه البراق. طيب يا اخي اسمه البراق، ولكن شو هو؟ دابه، دابه بين الحمار والبغل. بس دقيقة جانو. يعني هو بس سأل السيد محمد، يعني هلا اشوف كاتب لي الله اكبر، يعني مثلا افحمتنا يعني كلمه الله اكبر، بعدين كاتب لي انه البراق، ما اسمه اول شيء اسمه البراق، ويعني شو يعني هو دابه بين. خليه يوصف لنا يا خليه يوصف لنا يا شنو كان البراق، هو خليه يوصفه. يعني انا راح اجي معك محمد انه صح هالحكي صح، راح بس المشكل لما بتوصل للفضاء يعني ما بتحتاج للاجنحه، شو راح يسوي بالاجنحه؟ يعني كيف راح يقدر يطير في الفضاء في خارج نطاق الكره الارضيه لما ما تبقى جاذبيه؟ يعني محمد كان حاط شو اسمه هذا النووي، شو يسموه اللي بيطلعون فيها المفاعل النووي، الصاروخ النووي، حاطه في الطيزل هذا استنى جانو حبيبي جانو، اسمعني، في فيلم لغوار وحسني سو حمار يشتغل هو وياسين بقوش، مساوين حمار يشتغل على الكهرباء. اكيد محمد سوى الحمار هذا يشتغل على الطاقة النووية، يعني بسيطة. يعني بسأل على هذا المنطق اللي بيفكرون فيه. يعني أنا ما بقول لك إنه روح إلحد، لا، بس أنت يعني شوية يعني شغل المنطق بتاعك. إذا ما بتقدر تشوف تميز بين الصح والخطأ والمنطق والغير المنطقي، كيف راح تقدر تمشي يعني تمشي أمورك في الدنيا أو تبني عائلة أو كيف راح تكون تقدر تتعامل مع الآخرين بهيك منطق؟ حتى المشكل أنا قايلها كتير مرات وراح أقولها، المشكل مش إنه أبويا وأجدادي غلطانين، المشكل إنه أطبق هذا الغلط في حياتي وأعلم أولادي هذه الأغلاط، هذا المشكل الحقيقي، هذا المنطق المتخلف، هذا المنطق الأعوج. المنطق سوف يزول شاون أبو يعني. المهم بس حبيت أشارككم، بتسوون برامج من وراي. طيب من وراك مو انتوا كنتوا علقانين مع رياض، انتوا اللي عم تعملوا من ورانا. ماشي جانو، شكرا كثير حبيبي، شكرا كثير، تحياتي لك حبيبي جانو ولحبيبنا. شكرا هذا الحكم العزيز اخويا. شكرا جانو. طبعا في اخ جديد، عبد الحليم العندليب العراقي، عندليب يا حبيبي، عم بيقول يعني ما الإنسان خلق عبث. يعني أول شيء الإنسان ما خلق، الإنسان نوجد، على كل إنه هو عبث، يعني عبث، يعني الكرة الأرضية تمت بدون الإنسان لملايين مليارات السنين، وليس لملايين السنين. الحياة اللي الحيوانية بحد الأحجام الكبيرة من 700 مليون سنة بدأت، يعني 700 مليون سنة كوكب الأرض ما كان بحاجة للإنسان، يعني من 700 مليون سنة، ما في 700 مليون سنة كوكب الأرض ما كان بحاجة لإنسان. كائنات اجت وراحت، انقرضت، كله عبس عبس بعبس بعبس، بعدين اجى الانسان
والإنسان إذا بدك تقارن حياة الإنسان بعمر كوكب الأرض، إذا قلنا عمر كوكب الأرض 24 ساعة، حياة الإنسان من 200 ألف سنة لحد هالساعة هي ما بتساوي العشر ثواني الأخيرة. يعني إذا عمر الكوكب الأرض 24 ساعة، الإنسان وصل للعشر ثواني الأخيرة من أصل 24 ساعة. فحياة الإنسان هي عبث، مثل ما كانت حياة الديناصورات عبث، حياة كل شيء عبث. يعني إجت وراحت وانقرضت وما حدا بيعرف عنها شيء. في كتير كائنات انقرضت ما حدا بيعرف عنها شيء نهائيا، والإنسان يعني ما هو شيء زيادة عن هالكائنات هي نهائيا، ما هو زيادة نهائيا. فطول بالك يا سيد العندليب. على كل نشوف. ممكن أضيف شيء جان؟ تفضل تفضل يا الحكم. إيه طبعا حبيت أشكر أخويا جان على الاتصال، دائما هو السباق يعني، وكلامه كله منطقي، و يعني عن التطور البشري وكيف يصدقون ما يصدقون العلم الحالي، ويصدقون أنه ممكن براق يطير. براق هو مشروح بالكتاب الإسلامي، هو ما دون الحمار والبغل، يعني بعد انت شو تسوي له إضافة؟ يعني مثلا هو خلاص يعني دابة وعندها أجنحة، يعني مثل ما يقول النسر تعبان بجناحه وحجمه هالقد، وبينما هذا البراق راكب عليها من شخص، شلون يطير؟ وبعدين ورا ما يخترق الجاذبية الجناح شنو استفادته يعني؟ المهم اللي اردت اوضح نقطة، انه طبعا يعني مصيبة اذا المسلمين ما يؤمنون بالديناصورات. طيب وقت اللي كانوا عايشين ديناصورات، هل كانوا هم انبياء يعني؟ الله ليش خلقهم؟ اريد اعرف قبل ما يخلق البشر، مو تقولون كل شيء الله يخلقه عنده هدف به؟ ليش خلق الديناصورات وبعدين قضى عليه؟ وهل كانوا هم انبياء الديناصورات؟ يعني شوي فكروا بمخكم، يعني ما معقوله تبقون تلحقون الخرافات، ما تعطون مجال نفسكم تفكرون عقليا شوية على الكلام اللي تقولوه. ما بمنطق الكلام اللي تقولوه، ما بأي منطق. صدقون خرافات وتكفرون بالعلم، تضحك. يعني احنا نقولكم، عفوا احنا نقولكم انه الانسان اصلا قرد او متطور بنوع من القرود، انتم تقولون دابة طارت للسماء. يعني انتم تحكون شيء خرافي وما مرتبط بالعلم، وهذا تصدقوه، بس احنا لما نحكي بالعلم ما تصدقوه. تفضل. على شغله يا ابو الحكم، هذا الاخ العندليب عبد الحليم حافظ العندليب العراقي، على كل العندليب العراقي، وينه العندليب العراقي؟ العندليب العراقي عم بيقول، وينه هذا طار مني العندليب العراقي. في عجبتني كتير كلمة منه هيك، قال دقيقة وحدة، أما أشوف، الله خلق الإنسان ليعمرها لا ليخربها ووضع له عقل. يا سلام، يعني عم نقول لك إنه الكوكب هذا اللي عمره 4.5 مليارات سنة، والإنسان كل عمره ما في 200 ألف سنة، والديانات تبعتك كلها 10 آلاف سنة، هي إذا من الديانات البدائية. يعني خلينا نقول حتى اجت الديانات المنظمة اللي انت بتنتمي لها. شو يقصد بالتخريب جان؟ خربها. شو يقصد بالتخريب؟ ما افهم اني. كيف كيف حبيبي؟ لما يقول انه البشر اجوا خربوها، يعني شنو قصده بالتخريب يعني؟ لا، هو عم بيقول انه الله بعت الانسان لحتى يعمرها مو يخربها. ايه يعني كيف بده يعمرها؟ شو بده يعمر فيها يعني؟ لا هو يقصد تخريب، نعرف مين اللي مخرب. لا لا، شو اللي معمر فيها الانسان؟ شو عمر فيها اصلا يعني؟ شو العمار اللي عمره الانسان في الارض؟ الانسان ما سوى شيء للارض، ما اثر على الارض شيء يعني، غير على المناخ.
شوي أثر تأثير بعد ثورة النفط، ولكن الإنسان ما شو عمر فيها، جاي من السعودية. الكائنات الحية، إذا الكائنات الحية خلينا نقول الكبيرة العملاقة صار 700 مليون سنة موجودة على كوكب الأرض وما سوى شيء، بده يبعث الإنسان بعد 700 مليون سنة خلال 5000 سنة أو 3000 سنة على دياناتك الإبراهيمية هاي، أو خلي 5000 سنة بده يعمرها، شو بده يعمر فيها يعني؟ شو بده يعمر فيها؟ ليش 700 مليون سنة هاي ما فكر يبعث له شيء كائن آخر يعمرها يعني؟ إلا بعد 700 مليون سنة فكر إنه يبعث الإنسان بشان يعمره، وشو بده يعمر فيه؟ ما هو كوكب كوكب يعني. لا هو يقصد غير شيء أعتقد جان. يأثر عليها بشكل سلبي يعني. كان في غابات كلها روحة، كان في يعني حياة منسجمة على الكوكب. الإنسان عم بيأثر على الطقس على الإنسان. بس الخراب اللي أنت ببالك هذا شيء تاني، شيء يختلف. تفضل أبو الحكم. يعني أعتقد يقصد أنه يقصد يمكن البشر خربوا الأرض. طبعا العلم، بس أريد أقول على شغلة، العلماء حاليا جاي يدورون طريقة على كوكب شو اسمه نيزك، راح يتقرب من الأرض الصور خلال 32 أو يجي 35 ما أتذكر بالضبط، انه ممكن يضرب الارض. من الان يفكرون، شوف هذا العلم اللي تستهينون به، من الان يفكرون كيف يفجروه او يبعدوه عن الارض. يعني نظريات كثيره مسوين كيف يتخلصون من هذا النيزك حتى لا يضرب الارض. هل هذا هو خراب؟ يعني يعتبر خراب؟ هل الانتقال عن طريق الطائره والطرق سريعه بدلا من الجمال اللي تركبوها هذا خراب؟ الاستعمالك للإنترنت اللي تكتب به حالياً والشات اللي تسويه، هل هذا خراب أنت تعتبره يعني؟ فهو يقصد أنه البشرية، أعتقد يقصد أنه خربوا الأرض. ممكن بعض الناس يفكرون بالمادة، هذا شيء صحيح، ولكن وناس آخرين علماء أفنوا عمرهم في سبيل إسعاد البشرية وتطور البشرية. هذا اللي شيء لازم تفكر به. لو معتمدين على الخرافات مالتك ما كان توصلوا الى شيء. انت بقيت في ذيل الامم، لحقتي هل حديث صحيح ولا لا، ومين كذبه ومين صدقه، وايش قالت عائشه وايش قال محمد وايش قال عيسى وايش قال موسى. احنا بقينا نلحق هالشغلات وبقينا في قعر ذيل الامم مثل ما يقول، والبقيه اللي العلمانيين اللي فكروا بالعلم طوروا أكثر وأكثر، وإحنا راح نبقى يشي طول ما إحنا نفكر بهذا التفكير. تفضل. تفضل جاك. شكرا كثير لك. طبعا في بس الأخ أظن بس دقيقة واحدة، الأخ أركان، أخ أركان عم بقول أخ جان إحنا محتاجين تمبك، أو ما بعرف قصدك تمباك يعني، ممكن ما بعرف شو قصدك بصراحة، يا ريت ترجع تكتب شو قصدك بالضبط، لأنه أنا بصراحة ما فهمت قصدك يعني. على كل يعني الأصدقاء عم بتناقشوا على موضوع، أعتقد غير شي قصده، كلمة قبيحة أعتقد شي قصده، إذا ما كمل وراها شيء أعتقد يقصد كلمة قبيحة. مشو هي الكلمة القبيحة؟ يا ريت تنورني. يعني يمكن يقصد يعني حشاك تنك مثلا. إذا بفكرني محتاج تعال كأنك زلمة تعال عندي أشوف. إذا شايفني محتاج كأنك رجل تعال عندي، بس ما أنا ما أظن يعني، هو يا ريت يوضح لنا يعني. أوكي. لا لا. وين دخان إنزين سير حمام؟ لانه طيب اجانا اتصال من سال، خلينا ناخذ سال. عظمتهم باك يعني. اهلا سال. اهلين. اهلا حبيبي، تفضل. سامعني كويس؟ سامعك، تفضل. ثانك يو. فيرست
الشيخ الجليل جانا سيرا وكل الاخوان الفعالين المشاركين باحياء هذه القنوات. شكرا لكم جميعا. شكرا لك سال، شكرا لك حبيبي، وانت واحد منا يعني. حبيب قلبي، انت كنت واحد مثل ما ذكرت قبل شوي عيلة واحدة. تعاون كل الاخوان بالمثابرة والاتصال والتفاعل مع بن كثير ومع جان ومع كل قنواتنا. هذا من فضل الوحيد. في شبابنا قبل شوي يمكن ابو الحكم دائما حبيبي ما اقدر اسمعك for some reason. بس حبي وتحياتي. الشباب الاثنين اللي ذكروا قبل شوي اللي ذكر المهر يتفرج على مهرجين وحرام يعني للاسف، بس اقول اتمنى اكون مهرج ولا اكون مغفل يعني. اتمنى بالضبط. اكون اتفرج على ما اكون حيش السامعين حمار ماني عارفان الله وين حيطني يعني، بس اقل شيء يعني. ما راح اكون، مش راح نكون شديدين اللهجه انا وخليل يا اخي انت يعني المستمع اللي ذكرها صدقني مغيب ومغفل، وهذا ليس هجوم. العلم والتقدم والتقنيه والتطور مستمر اذا رضيت او لا. اما المهرج مين؟ عم بيناقشون كتب يعني ابن كثير عم بيجيب من كتب الاسلام، ما راح يجيبها من كتب اليهود ولا القرده والخنازير. اما الاخ الثاني اللي ذكر انه لا 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 تستطيع ان تقنعه بقضيه التطور، يعني مصيبه هذا. ما في داعي تروح تقرا وتبحث الكثير صراحه، كل اللي تحتاجه شغل عقلك 100 سنه لورا، ارجع لجدك اللي موجود يعني او المتوفي وشوف الفرق بين الحياة بهذا العقد يعني القرن المنصرف. أين كنت؟ من أين كنا وأين أصبحنا؟ نظرة بسيطة جدا جدا للتطور. أما إذا بدك تعمل بالقرآن فقط يعني هذا الكتاب العفن والأفكار الكمية الوراء بهذا الكتاب وتؤمن به وتؤمن بالحمير الطائرة ويعقوب المتكلم والبقرة بقرة الضحوك البقرة الضحوك والبقرة الناقة اللي طلعت من الجبل والشيعة الإمام علي عمل جبنة من طين مية وتراب وعمل فيل وطار فيه للجنة، يعني العلم بالحقائق والوثائق صحيح. وانتم بالخرافه. كل المطلوب من عندك انه افتح مخك، اعطي نفسك فرصه للتفكير فقط. That's it, all you need. اما اذا حاول تؤمن بمحمد بيسوع بغيره مش مشكله. المهم مره اخرى صراحه شكرا لكم. شكرا حبيبنا سال، شكرا كثير لك، شكرا كثير لك. طيب على كل إن الاخ ابو تومباك قصده الدخان وليس قصده شيء اخر. يا عفو كويس يعني اذا تومباك نوع من اسمه بالصور بالاسم يدخن. انت مخك راح بعيد قوي. لا كويس انه مخي راح يعني انه هو طلع صح يعني. انا اريد العندليب شو عم بيقول؟ الكفار هم من دمروا الأرض والإنسان، والمؤمن هو سيد الكائنات، هو المصلح، وذلك بوجود العقل وهبة الله تعالى للإنسان. يعني العقل اللي بيؤمن إنه الحمار بطير، هذا العقل المصلح اللي عمر البلاد عمر كوكب الأرض. يعني بصراحة الاخ نو نيدت عم نيتو عم بيجاوبه اظن الله وباء العقول، الايمان بوجود خالق هو اخطر مرض لانه ينتقل بالولاده ويصيب عقل الانسان، وطريقه التخلص منه هو اعطاء عقل المريض جرعات ثقافيه انسانيه وعلميه وتكنولوجيه. شكرا كثير نو نيتو، انت بصراحه عبقري يعني، وهذا المطلوب. الأخ محمد العلي عم بيقول داروين لماذا لم يجد طريقة لإحياء نفسه؟ يعني على شوف 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 يعني وين تفكيركم يا جماعة، وين تفكيركم؟
داروين ليش ما شاف طريقة لإحياء نفسه؟ محمد ليش ما لقى طريقة لإحياء نفسه؟ هو يعني هو مفكرين يعني ما بعرف بصراحة، ما يتوقف العقل عند غباء المسلم، يعني يتوقف اللسان، I'm speechless، ما بقدر أضيف أي شيء. يعني هذا لحظة، هذا كافر ما قدر يحيي نفسه، محمد كان نبي لازم كان يخلي نفسه عايش طول العمر. يعني شيء مضحك، شيء ما بتعرف كيف بيفكروا يا رجل، بعيد عن التفكير الإنساني اللي يعني ما بعرف، هذا لسه ما تطور، لسه في مرحلة تتهرب من السؤال. كيف يعني أتهرب من السؤال؟ يعني لأنه قلت ما جاوبتك على محمد ليش ما ليش داروين ما أحيا نفسه، يعني طريقة يحيي نفسه. داروين شو له علاقة بإحياء النفس؟ يعني شلون بده يحيي نفسه؟ داروين الرجل درس وشاف إنه الحياة فيها تطور، درس، طيب شو له علاقة إنه يحيي نفسه؟ علق يحكي بالعلم، محمد كان يحكي بالخرافات وكلام غير مدعوم علميا نهائيا. يعني كلام محمد ما مدعوم غير بالخرافات، بالتهديد، بالوعيد، كان يروح تجي نوبة الصرع يغط على قلبه هدول البهاليل السذج اللي حواليه، يفكروا انه جاء الوحي. لا، وغير يسموه شو اسمه، غير يسموه انه مصاب بالجن، يعني ليش هو موحى اليه؟ يعني يقوم يضحك عليهم كم كلمة، جاني الوحي وكله أمراض نفسية بنفسية، يعني مريض نفسي ضحك على العالم هاي بحجة إنه نبي. شو دليله؟ شو بحث حتى يعني إن كان هو خلي نبيك يحيي نفسه مثلا؟ على كل ممكن أضيف على كلام الأرسال؟ تفضل. يعني حبيت أشكر صديقي وأستاذي سال، لأنه أنا أعتبر اثنين اللي احتضنوني بالبداية، الأخ جان والأخ سال، وعلى إيدهم بديت، وكل مرة أقوله ولو كل مرة أقوله أعتبره قليل بحقهم، إنه هم اللي مو بس خلوني أطلع بقنواتهم، خلوني إنه أعطوني معلومات كثيرة علمية عن الكون وعن الشسمة. يعني أحب أشكر الأخ سال أنه اتصل وقال نقطة كلش مهمة، يعني فعلا يقول خليني أكون مهرج ولا أكون مخرف، يعني خليني أؤمن بالعلم اللي تعتبره تهريج ولا أكون مخرف، أؤمن بالخرافات، يعني أؤمن أنه الله يذب قنابل على الشياطين اللي يتقربون يسمعون للسماء. هذا مخ هبولي، هذا كلام هبولي. هذا حبيت أضيفه، وأشكر الشكر الجزيل دائما يتصل. تفضل تكمل. طيب أنا أشكرك أخوي أبو الحكم، وأظن يعني كفينا ووفينا، الحين صار ساعتين وربع تقريبا الحلقة. ما تصور الثانية هالقد نطول. ما اعتقدت هالقد نطول يعني. ولا أنا. على كل، أنا بتشكرك أخويا بالحكم، وإذا في عندك كلمة أخيرة بتحب تضيفها تفضل. يعني كلمتي الأخيرة، إحنا كل ما نقرأ من الآيات الخرافية أو الآيات الإرهابية أو قصة محمد، وأتمنى نحكي قصة صحابة محمد همينة في سلسلة حكينا فيها مع الأخ سال، ونتمنى نقدر نقدمها مستقبلاً، انه اريدكم بس تفكرون. يعني ليش ما تقبلون تفكرون؟ اريد اعرف ليش مصرين على الخرافه، ليش مصرين على انه تمشون على اشياء؟ يا اخي ما اريدك تصير ملحد، لا تصير ملحد، روح صير علماني، روح صير لا ديني، المهم شيل فكره الدين من راسك، لانه الدين ما يؤدي الا الى المشاكل، يخليك تكره كل الاصناف الاخرى اللي ما يشبهه.
يعني هذا اللي يريد بس تتخلص منه، تتخلص من الدين، ما تخلي منهج لحياتك مثل ما سووا الحركات الإرهابية من داعش وقاعدة وغيرها. وبقية الأديان على الأقل ما عندهم ضرر على البشرية، يعني هم مسالمين، يريد يعبد الحجر خليه يعبد الحجر، يعبد البقر خليه يعبد البقر، المهم ما يسوي منهج حياة ويحاول بالقوة ينشره على العالم. هذا اللي جاي نقول لك، ما طالبين شيء زايد من عندك، احنا لا تصير ملحد يا اخي، صير لا ديني، صير علماني، صير مسيحي، صير سيخي هندوسي، بس تصير مسلم، لان الفكر الاسلامي رهيب، الفكر الاسلامي قاتل، يؤدي الى المشاكل، الى القتل، الى احنا بكل لحظه مهيئين انه واحد ممكن يجينا يضربنا سيف، يعني سكينة بظهرنا، يعني مثل ما ضربوا الأخ عمران كرروها معه مرتين. يعني نتمنى بس أن هالأفكار تبتعد. وأشكرك أنه أتحت لنا الفرصة، وأتمنى كان ظلنا مو ثقيل على الأخوة المتابعين. شكرا. أشكرك كثير أخوي عبد الحكم، أشكركم أصدقائي كل من شارك بالحلقة، يعني من كل أصدقاء على كل، يعني شفت أشوف الشات الظواهر الأخيرة، خلينا نقول أو الخطوط الأخيرة، الأخ بده معسل. شكرا لكم على كل حال، شكرا أصدقائي، وأشوفكم بكرة طبعاً الساعة 8 بتوقيت لندن في حلقة مع الأخت سارة والأخ روي عن صحيح البخاري، ومن هو صحيح البخاري وشو هو صحيح البخاري. أتمنى ألقاكم غداً الساعة 8 بتوقيت لندن، يعني قبل ساعتين وربع من هلا. طبعاً مثل ما بتعرفوا أصدقائي، أنا أحب أذكركم، وأنا بعرف أنتم ما بتكون تذكير، قناتنا هاي جديدة، أنا بتمنى الاشتراك فيها وتوصلوها لأصدقائكم، ممكن يعني تساعدونا في نشر القناة حتى تكبر القناة ونرجع مثل أولي. يعني شايفين لحد هلا المشاهدات ما وصلت للخمسين، يعني المفروض كان أقل شيء 60-70-80 يعني تكون بهال. بس ذكرت شغلة جاني ذات سبحي، أنا راح أعرض فيديو الطريقة اللي اكو وايا ناس ما يعرفون شنو سبسكرايب، هو المشاركة، انت تضغط عليها وتسويها. راح اعرض فيديو في ناس فعلا ما ينتبهون او ما هذا، نعرضهم بالضبط وين ما يسوون. ابو حكمت انا هون ما بقدر اعرض فيديوهات لانه بصير مشاكل للقناة. لا الي انا اعملها. انت عاملها؟ انا اعملها. ايه ممكن نحمله على القناة بشكل مختلف، يعني على كل حال يعني الناس كلها بتعرف تعمل سبسكرايبس، يعني انا ما اظن يكون بده. صدقني البعض ما ينتبهون، يعني البعض ما ينتبه بتعلم، يعني حتى نحن ممكن اشر له يعني بدون ما نعرض فيديوهات، لانه بصراحه وجع لي راسي وانا ماني مستعد ارجع ادخل بنفس المشكله في لانه صدقني يعني مثل اصدقائي، يعني نحن يعني بياخد وقت حتى نجمع كل المشتركين في قناة واحدة، بعدين يرجعوا يسكرونا إياها، بصير مشكلة. فأنا حاول نتغاضى هالمشاكل هاي، ما نعيد حجة لأخواننا المسلمين إنه يعملوا بلاغات عليها. فمشان هيك يعني، وأنا بتمنى منكم أصدقائي الاشتراك بالقناة وتوصلوها لأصدقائكم، وطبعا القناة الاحتياطية موجودة تحت بالدسكريبشن، وقناة الاتجاه المشاكس، أتمنى كمان تشتركوا فيها، ويعني تساعدونا على قدر ما بتقدروا، يعني باللايك بالشير بالاشتراك، هذا بس اللي بدنا إياه منكم، لا أكثر ولا أقل. شكرا أبو الحكم. أبو الحكم ألقاك يوم الخميس أظن، سنلقاك في آيات إرهابية. أكيد. شكرا أبو الحكم، وشكرا لكم أصدقائي. إلى اللقاء. باي باي.